ديسمبر، ومن ثم فإننا ننتظر مزيدا من النتائج الإيجابية من آلية المراقبة التي تم الاتفاق عليها في أستانا، وذلك لاحترام وقف إطلاق النار بشكل كامل على كل الأراضي السورية، وكذلك لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ولا سيما في المناطق 13 التي لا تزال محاصرة من طرف النظام. في هذا السياق فإن المفاوضات بين الأطراف السوريين في جنيف ينبغي أن تحقق تقدما، ونتوقع من النظام السوري أن يبين حسن نيته وكذلك الامتثال للقرار 2254 لمجلس الأمن. فيما يتعلق بسوريا أيضا فإننا قلقون إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية بحق المواطنين المدنيين. بغية إنهاء ذلك فإن فرنسا بمعية المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد سعت على مدار الأشهر القليلة الماضية إلى توحيد صوت مجلس الأمن من خلال وضع مشروع قرار سيصوت عليه مجلس الأمن بعد قليل، وإننا نأمل أن أعضاء المجلس الملتزمين بالقرار 21/18 سيتحملون مسؤولياته وسيقومون بمعاقبة من يرتكبون هذه الانتهاكات الإجرامية، وأنه سيتم التوقف عن استعمال الأسلحة الكيميائية. السيد الرئيس، اسمحوا لي في ختام حديثي أن أهنئكم مجددا على الاحترافية التي ترأست بها أوكرانيا أعمال المجلس في شهر فبراير، كما أود أن أشير إلى الجهود المستمرة رؤساء مجلس الأمن المختلفين لتحسين طرائق عمل المجلس، ولا سيما لتحقيق الفعالية والشفافية. في هذا الصدد فإننا نرحب بالعناصر للصحافة التي تم الاتفاق عليها، والتي تسمح للجميع بفهم مداولات أعضاء مجلس الأمن على النحو الأمثل، ولا سيما من خلال المشاورات الخاصة. وكلنا ثقة في الرئاسة البريطانية التي ستساعدنا على المضي قدما بهذا الزخم لجعل هذا المجلس أكثر فعالية لتحقيق السلم والاستقرار عبر العالم. وشكرا. أشكر الممثل الموقر من فرنسا على هذا البيان، وأعطي الكلمة لممثل اليابان. شكرا سيدي الرئيس. بادئ ذي بدء، اسمحوا لي بتهنئتكم على رئاستكم الممتازة لمجلس الأمن على مدار شهر فبراير. واليوم تحديدا فإننا نرحب بجهود الرئيس لتنظيم جلسة كهذه، ونشكر الوفود التي قدمت مقترحات، ونود أن نتطرق إلى بعض النقاط. أولا سأتناول كوريا الشمالية. كان هناك أعضاء جدد في مجلس الأمن في العام 2017، وكل هؤلاء الأعضاء بمعية الأعضاء الآخرين أدانوا بالإجماع إطلاق الصاروخ التسياري من شمال كوريا في 12 من فبراير. فالواقع أنه على مدار العام 2016 فإن كوريا الشمالية قامت بتجربتين نوويتين وأطلقت 20 من هذه الصواريخ، وهذا يزيد من مستوى التهديدات ويشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما أن هذا يشكل تهديدا للمجتمع الدولي برمته. وتدعو اليابان مجلس الأمن والأعضاء جميعا لتنفيذ القرارات المتعلقة بكوريا الشمالية بشكل صارم، حتى يفهم هذا البلد أنه عليه أن يغير من توجهاته وأن يلتزم بنزع السلاح النووي والعودة إلى الحوار. السيد الرئيس، فيما يتعلق بسوريا فإن اليابان تؤمن بأن المباحثات بين الأطراف السورية ينبغي أن تسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية في الميدان. وخلال اجتماع المجلس في الأسبوع الماضي كانت هناك عراقيل بيروقراطية ومشاكل تتعلق بالوضع الأمني، كلها تحول دون وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين. وقد حضت اليابان مرارا وتكرارا الحكومة السورية على تبسيط الإجراءات، وقد حصلنا على رد مكتوب من الحكومة السورية في هذا الصدد، ولكن هذا ينبغي أن يتم تنفيذه أيضا في الميدان بشكل ملموس. فيما يتعلق بمشروع القرار الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية فإن المجلس ينبغي أن يبرهن على إصراره وعزيمته بمساءلة الأطراف المسؤولة. فيما يخص جنوب السودان فإن العنف لا يزال مستمرا والأوضاع الإنسانية في تدهور، وهذا يزداد حدة من خلال مشكلة المجاعة التي تحدق بالبلاد. أيضا الحوار الوطني ينبغي أن يتم وأن يحظى بدعم داخلي وخارجي، وتحض اليابان حكومة جنوب السودان على اتخاذ تدابير ملموسة بما في ذلك
فيما يتعلق بنشر قوة الحماية الإقليمية وكذلك عدم منع الأنمس والعاملين الإنسانيين من الوصول إلى مختلف الأراضي في جنوب السودان. لقد بذلت اليابان الكثير من الجهود لتحسين الأوضاع هناك، ولا سيما من خلال إرسال مبعوث خاص لرئيس الوزراء الياباني لحض حكومة جنوب السودان على الامتثال للنقاط التي أشرت إليها سالفا، وكذلك للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والإيجاد. السيد الرئيس، أود أن أعرب بصفة خاصة عن خالص امتناني لتلك الوفود التي أعربت عن اهتمامها بالمذكرة 507. النقاشات لا تزال جارية في إطار الفريق العام الغير الرسمي المعني بالوثائق والقضايا الإجرائية الأخرى، وقد تم التركيز على هذه المذكرة، وتم أيضا التطرق إلى القضايا التي أثرناها في النقاش المفتوح خلال رئاسة اليابان للمجلس في شهر يوليو الماضي. الفريق العامل تناقش إذن بشأن دورات رفع التقارير والجلسات الختامية لرئاسات المجلس كل شهر والبعثات المختلفة، وفي 24 من فبراير ناقشنا أيضا كيفية تحسين عملية المشاورات غير الرسمية في العموم، والهدف هو أن نحسن بالفعل طرائق عمل المجلس الفعلية، ولا يسعني سوى أن أشدد على ضرورة تنفيذ ذلك ولا سيما من طرف الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. فيما يتعلق بالتقرير السنوي لمجلس الأمن، فإن اليابان تتعاون مع مختلف البلدان التي عملت أو كانت عضوة في المجلس على مدار 17 شهراً الماضية لإعداد التقرير الذي سيرفع إلى الجمعية العامة. أخيراً، فيما يتعلق بالدروس المستخلصة من عملية تعيين واختيار الأمين العام، فقد أصدرت مذكرة بصفتي الشخصية قدمت فيها مقترحات ملموسة تتعلق بكيفية إعلان نتائج استعراض المجلس لمختلف المرشحين الشحين لتعزيز الشفافية، وأأمل أن هذه المذكرة ستكون مفيدة بعد 5 أو 10 سنوات. شكرا سيدي الرئيس. أشكر ممثل اليابان الموقر، والآن أعطي الكلمة لممثل كازاخستان. سيدي الرئيس، أضم صوتي لزملائي الآخرين في المجلس في الإعراب عن التزامنا بكافة القضايا التي تطرقنا لها في شهر يناير، ولكني أود أن أركز على نقاط ثلاثة وردت على جدول أعمال فبراير تقدمت كازاخستان بمساهمة فيها: سوريا ومكافحة الإرهاب وأسيا الوسطى. أولا، بالنسبة لمركز الأمم المتحدة الإقليمية للدبلوماسية الوقائية في أسيا الوسطى، الوضع في أسيا الوسطى مستقر نسبيا كما أشار الممثل الخاص دراجنوف، إلا أن هناك بعض أوجه الهشاشة في الوضع كازاخستان، من ثم تركز انتباه المجلس على أهمية بناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل في المنطقة. هناك استثمارات في التعليم والرعاية الصحية والنقل والاتصالات، وبما ودول أسيا الوسطى توحد صفوفها في هذا الجهد أيضا لتحقيق الاستقرار في أفغانستان. وبما أننا بلد من أسيا الوسطى، سنولي اهتماما خاصا للتدابير الوقائية لضمان تحقيق السلام والأمن والسلام في أفغانستان لصالح المنطقة. بالنسبة لسوريا، نحن نشيد بالخطوات التي اتخذتها الأمم المتحدة وإيران وروسيا وبعض الدول العربية والولايات المتحدة والأطراف المعنية الدولية مع الحكومة السورية والمعارضة. وبما أن حكومة بلاد ينظر إليها أنها طرف وسيط، استضفنا اجتماعنا بشأن سوريا يومي 15 و16 من فبراير في الأستانة لتهيئة الأجواء لإجراء المحادثات السورية في جنيف. تمكننا من المساهمة في المناقشات لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين وتبادل الأسرى وتحديد المفقودين وتقديم المساعدة الإنسانية دون عائق، مع تيسير حركة المدنيين وتنفيذ منظومة وقف إطلاق النار ووضع فريق عمل عملياتي مشتركة بغية توطيد الجهود. اشتراك الأردن التي تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين كان خطوة على المسار السليم، ومن ثم عملية الأستانة مهمة. أيضا بالنسبة لمكافحة الفساد، بما أننا نترأس اللجنة المعنية بداعش والقاعدة،
عقدنا يوم 3 فبراير اجتماعا تناقش فيه أعضاء اللجنة في التقرير الشامل لمسؤول المظالم بشأن النظر في الالتماسات بخصوص الأفراد الواردة أسمائهم على قائمة الجزاءات. وفريق الرصد ذكر أنه رغم الضغط العسكري الدائم من التحالف الدولي والقوات الحكومية على داعش في سوريا والعراق، إلا أن وجودها لا يزال يمثل تهديدا للأمن الدولي وللمنطقة على اتساعها، ولا سيما في جنوبه شرق آسيا وشمال وغرب أفريقيا. ومسؤول المظالم يجري تحقيقات بشأن الالتماسات هذه مع النظر في توصيات فريق الرصد التي أشارت بشكل واضح للتشتت وعدم كفاية الجهود الدولية لدحر الإرهاب العالمي. ومن ثم نحن ندعم بالكامل مقترح الأمين العام للأمم المتحدة حول هيكل جديد لمكافحة الفساد لتهتدي به الدول الأعضاء للاستجابة على نحو أفضل لتهديد الإرهاب وما ينطوي عليه من تحديات. شكرا سيدي الرئيس. شكرا لممثل كازاخستان على كلمته، والكلمة للولايات المتحدة. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. إذا نراجع عمل المجلس في فبراير، أود أولا أن أقدم خالص التعازي من الولايات المتحدة للاتحاد الروسي إثر وفاة السفير تشيركن. أسفنا وحزننا بشدة، ونحن إلى جانب الزملاء الروس طالما رغبوا ذلك. سيدي الرئيس، أهنئك على نجاحك في رئاستك رغم تعاطي بلادك أو معالجة بلادك للاحتلال الروسي لأوكرانيا ومنطقة القرم. وبالطبع هذا استدعى عقد اجتماع طارئ بشأن أوكرانيا، دعوت له في مستهل الشهر، وكذلك النقاش المفتوح الذي عقدناه بشأن النزاعات في أوروبا. نحن لازلنا نؤيد اتفاق مينسك ونرى أن تنفيذه هو المسار السليم لتسوية الوضع في أوكرانيا. وأدلنا في يوم الجمعة الماضي الهجمات على مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبية من قبل الأطراف الانشقاقية. من الأهمية أن توقف هذه القوات هجماتها على المنة الأساسية المدنية بما في ذلك محطة تنقية مياه في دونتيسك، وندعو روسيا والقوة الانفصالية لأن تراعي فورا وقف إطلاق النار وأن تسحب كافة الأسلحة الثقيلة وتسمح للوصول غير المعوق لمراقبي منظمات الأمن والتعاون في أوروبا. من الملائم لأوكرانيا أن تلفت الانتباه للخطر من الهجوم الإرهابي ضد البنية الأساسية الحيوية، ونرحب باعتماد القرار 2341 الرامي لتخفيف آثار هذه الهجمات وتقديم دفعة للحكومات للتعاون أكثر بشأن حماية البنية الأساسية الحيوية. إن ننظر الأمام سيدي الرئيس، الولايات المتحدة تحث المجلس على إدانة انتهاكات النظام السوري البشعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن 21/18 ودعم مشروع القرار الخاص بالمسألة الذي اشتركت في صياغتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، والذي سننظر فيه في أعقاب هذا الاجتماع مباشرة. وبينما نمضي نحو مارس، لابد أن نبقى متيقظين إزاء الوضع في سوريا بشكل عام ودعم جهود المبعوث الخاص ديمستورا للدفع حالة سياسية لإنهاء العنف المتزايد وتخفيف المعاناة على الشعب السوري. وأخيرا أود أن ألقي الضوء على بعثة المجلس المقبلة للكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا للنظر في الوضع والأثر الإنساني والأمنية للنزاع بسبب بوكو حرام بقيادة السنغال وفرنسا والمملكة المتحدة. الولايات المتحدة ترحب بالتقدم الذي أحرزته القوى في نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون وبنين إذ عملت معا في إطار الفريق العامل متعدد الجنسيات لتخليص المنطقة من بوكو حرام والمقاتلين في منطقة غرب أفريقيا. ونحن نتطلع للتحادث مع شعوب منطقة بحيرة تشاد لتلبية احتياجات السكان المتضررين من النزاع، وكذلك تحديد سبل دعم المبادرات العسكرية والمدنية لمكافحة التطرف العنيف واستعادة الأمن السلام والاستقرار. مرة أخرى أود أن أشكرك
على قيادتك الناجعه لاعمال المجلس في شهر فبراير، ونعرب عن دعمنا الكبير للمملكه المتحده اذا ستتولى زمام قياده المجلس في الشهر المقبل. يقول الرئيس: شكرا للولايات المتحده. الكلمه الايطاليه: سيد الرئيس، شكرا. اولا اسمح لي ان اشيد بكم لمبادرتكم لعقد هذه الجلسه العلنيه وجعلها اكثر انفتاحا بدعوتي العضويه لتوجيه اسئله يمكن ان يرغب المجلس في الرد عليه اثناء الاجتماع، وهذا خطوه ايجابيه لتحديث طرائق العمل وتحسينها. وقبل ان اتطرق لبعض هذه الاسئله، اسمح لي اولا ان اركز على القضيه بعينها. يبدو انها موضوع مشترك شاهدناه في اجتماعات الشهر الماضي وفي يناير، الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافيه والبشر والاسلحه. خلال أول شهرين من عضويتنا للمجلس أثرنا هذه القضية واقترحنا صيغة بشأنها على النحو الملائم في جلسات مشاورات، وطرحناها مثلا في نقاشنا بشأن غرب أفريقيا وأسيا الوسطى والشروط المرجعية لبعثة غينيا لمنطقة بحيرة تشاد وغينيا بيساو. لابد أن نعي تماما التحديات التي يمثلها الاتجار غير المشروع على المجتمع الدولي وطبيعته المشتركة، إذا يمكن أن يكون سببا ونتيجة للنزاع. ونحن نشعر بالقلق إذا زيادة الترابط بين الجريمة المنظمة العابرة الوطنيات والمنظمات الإرهابية. الاتجار غير المشروع أصبح السبب المتزايد ريع الإرهاب وأجج النزاعات وانعدام الأمن وانعدام الاستقرار. الإتجار في البشر قد يرقى لجريمة حرب عندما يرتكب في حالات النزاعات، وقد يرقى لأن يكون جريمة ضد الإنسانية. ومن ثم نرحب باشتراك المجلس وعمله القوي في هذه المجالات، ولا سيما في المناطق المتضررة بالنزاعات، كما ظهر في البيان الرئاسي 25 ل 2015 والقرار 2331 الصادر في ديسمبر 2016. وفد بلادي سيد الرئيس طالما تحدث عن التحديات عند الحديث عن منطقة أو بلد بعينه للإشارة إلى تعقد السيناريوهات الأمنية المختلفة والأهمية القصوى لتجميع جهودنا المشتركة لمنع ومعالجة كافة أشكال الإتجار غير المشروع وأثره على السلم والأمن الدوليين. اسمحوا لي سيدي الرئيس أن أذكر باستراتيجية الأمم المتحدة للساحل وقرار مجلس الأمن 21-59 ل 2014 و 22-31 ل 2016، الذي أشار لصلات الوثيقة بين الإتجار وتحركات البشر الكبرى، ورمى لوقف تمويل الإرهاب بكافة أشكال إتجار غير المشروع. وإذ نتطلع لزيارة المجلس لمنطقة بحيرة تشاد، نحن نطوق للاستماع لمعرفة أثر منع الإتجار بالأسلحة كي لا تقع في أيدي المجموعات الإرهابية. ولعلنا نعلم أنه ما من بلد بمفرده بإمكانه أن يعالج القضايا التي تنطوي على دول مختلفة، دولة الأصل والعبور والوجهة. ومن ثم نرى تعامل المجلس مع هذه القضية بلغ الأهمية، وفي هذا الخصوص تشيد إيطاليا بعقد نقاش مفتوح حول اتفاقية باليرمو سينعقد هنا في يونيو في نيويورك. سيدي الرئيس، بالتطرق لبعض الأسئلة التي توجهها الأعضاء بشأن طريق العمل ومنظور الدول الأعضاء الجدد، سأقول أنني أرى المجلس ناجعا وأكثر وحدة مقارنة بما قيل لي من قبل. بالطبع هناك خلافات سياسية تبقى قائمة، واليابان تعمل عن كذب مع كافة الدول لتحديث طريقة العمل هذه، وهو عنصر أساسي في مساعينا. بالنسبة للمشاورات، أجد أعضاء المجلس بنائين تماما في مناقشتهم، الكل على دراية
بأهمية حسن إدارة الوقت واهتمام أيضا بإجراء حوار تفاعلي خلافا لمجرد كلمات تقرأ وفهم أفضل لموقف القضاء الوفود بشأن القضايا المقترحة وتهيئة مقدم الإحاطات لإجراء نقاش مركز وتحديد عناصر الصحافة من الأمثلة الجيدة حول كيفية تحسين طرائق العمل. ورأيت هذا في الرئاسة السويدية وفي رئاستكم أيضا. مما يغير سيرورة الأمور هو الدور الكبير الذي تقدمه الأمانة في الجانب السياسي في عمل المجلس. اجتماع المجلس يوم 23 و24 من فبراير حول الزيارات للشرق الأوسط نراها من الممارسات الفضلة التي على المجلس أن يواصلها لجعل الإجراءات أكثر تركيزا على تحقيق الأهداف واستنادا للسياسات. وختاما أود سيدي الرئيس أن أقدم لكم التهنئة لقيادتكم لهذا الشهر الحافل بالأنشطة الذي لم ينتهي بعد في فبراير. وبالطبع نتمنى كل السداد والتوفيق للرئاسة البريطانية المقبلة. شكرا سيدي الرئيس. شكرا لإيطاليا على كلمته والكلمة للاتحاد الروسي. شكرا سيدي الرئيس. في الشهر الماضي كان المجلس مشحونا بالأنشطة. عقدنا اجتماعات كثيرة بشأن أقاليم بعينها ودول بعينها. سأتحدث اليوم عن النقاشات المواضيعية حول الوضع في المنطقة الأوروبية الأسيوية وأهمية الدبلوماسية الوقائية في آسيا الوسطى والنزعات في أوروبا والأولويات التي وضعت لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. عمم الاتحاد الروسي بيانا للصحافة ونظرا لرفض بعض الدول العنيد لأن تقر بالتعاون بين المنظمات الإقليمية بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة شنغهاي لم يلقى هذا النص القبول. وكذلك هذا بالطبع لا يوجه الرسالة السليمة للأمين العام الجديد الذي جعل الدبلوماسية الوقائية في صميم أعماله. في 21 من فبراير مجلس الأمن ناقش بشكل جماعي سبل التعامل مع التحديات الأسيوية. بالطبع مفهوم الأمن غير قابل للانقسام في حالة النزاعات طويلة الأجل في أوروبا كان مهما. وكنا نأمل أن نتمكن من إقناع كييف أن تنفذ اتفاق مينسك. العديد من الوفود تحدثت عن هذا في ذلك الاجتماع ولكن لابد أن نعلم أن هذه الآمال أطيح بها. وزير خارجية النمسا رئيس منظمة الأمن والتعاون أعرب عن شواغل نتفق معه فيها مثل تسوية النزاعات ومكافحة التطرف المتشدد والتطرف وزيادة الثقة بين الدول. نود أن نرى تطورا أكبر في التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة إذ أن هذه المنظمة معنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن مع التهديد الذي لا يخف من داعش والنصرة والمنظمات الأخرى. نشدد على أهمية استراتيجية مكافحة الإرهاب وبناء تحالف واسع لمكافحة الإرهاب وتحسين تدابير مكافحة أيديولوجية الإرهاب. والاجتماع المواضيعي الذي عقده المجلس يوم 13 من فبراير حول حماية البنية الأساسية الحيوية من الإرهاب ومحتوى قرار 23-41 لا يمكن أن نقول أنه كاف. النقاشات حول مسألة النزاع في الشرق الأوسط يوم 16 من فبراير أظهرت أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لا يزال يتسم بعناصر غير حضرية مثل استمرار العنف التوترات في غزة وأنشطة الاستيطان. ونحن على قناعة أن اليوم تزداد الحاجة لاتباع تدابير عملية لإطلاق عملية السلام هذه. واقتراحنا هو إجراء اجتماعات مع السيد نتنياهو وعباس في موسكو وهذا الاقتراح لا يزال مطروحا.
ونود أن نرى الجانب الفلسطيني ينفذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع موسكو يوم 15 و16 من يناير، ورأينا ملامح جديدة بعد أن ذكر الأمين العام بمشاركة منه أنه سيشارك في قمة الاتحاد الأفريقي. نعلم أن نية الأمين العام هو أن يعزز التعاون مع المنظمات الإقليمية المختلفة والمنظمة الإفريقية الإقليمية لتسوية النزاعات في أفريقيا، استنادا إلى واقع إيجاد حلول أفريقية للقضايا الأفريقية. سيد الرئيس، ختاما نود أن نتمنى كل النجاح والتوفيق لوفد المملكة المتحدة الذي سيتولى رئاسة المجلس في شهر أذار مارس. شكرا للاتحاد الروسي على كلمته والكلمة الأوروغواي. شكرا سيد الرئيس، أود أن أستهل بتقديم خالص التهاني لكم ولفريقكم لقيادتكم لأعمال المجلس هذا الشهر. كان شهرا نظريا، ليس نظريا ولكن هو الشهر الأقصر في العام، ورغم ذلك كان مشحونا بالأنشطة ولم تتأثر كثافة الأنشطة بقصر الشهر، وأدرتم أعمال المجلس بكل كفاءة واقتدار. سيد الرئيس، لاحظنا أو من الأحداث المأساوية في هذا الشهر والمؤسفة هو رحيل السفير فيتالي تشيركن، ومرة أخرى نقدم خالص التعازي لأسرته وذويه وحكومة روسيا وزملائه في بعثة روسيا. في فبراير اعتمد المجلس عددا من القرارات مثل القرار الخاص بالهجمات الإرهابية ضد البنية الأساسية الحيوية وتمديد ولاية أونكبس ولجنة 2140 والفريق الخاص بجنوب السودان، واعتمدنا بيانا رئاسيا بشأن الصومال في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في هذا البلد، واعتمدنا عددا من البيانات الصحفية، وللأسف أصبح هذا هو النهج المتبع. أن محتوى هذه البيانات عادة ما يكون مرتبطا بهجمة إرهابية. بالنسبة لاجتماعات مجلس الأمن، لا أود أن أتحدث باستفاضة عن كل اجتماع منها، ولكني أود أن أذكر القليل منها، ولا سيما تلك التي لم تكن على اليوم التالي، لم تعلم الدول الأعضاء شيئا عنها. بالطبع سأحترم مبدأ السرية المتأصل في المشاورات، وأود أن أبدأ بأن أذكر اجتماع 3 فبراير في المشاورات، حيث شارك الأمين العام فيه بصفة شخصية وناقش مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي، ووفد بلادي رحب بهذه الفرصة وشكر الأمين العام لمشاركته الشخصية مع أعضاء المجلس خطة عمل جدول أعماله لأديس أبابا. كانت هذه مبادرة طيبة من الأمين العام، إذ أعطى نظرة عامة شاملة ليس فقط بشأن الاجتماعات التي أجراها في أديس أبابا، ولكنه تحدث عن السياق السياسي في المنطقة. كان مفيدا للغاية أن نتمكن من إجراء هذا الحوار معه وأن نستمع لوجهات نظري. ناقش المجلس أيضا عددا من القضايا تحت بند أي مسائل أخرى، وأوروغواي دعت لواحد من هذه الاجتماعات بشأن مينورسو في الصحراء الغربية بوصفنا من الدول المساهمة بقوات. فأوروغواي تولي أهمية قصوى لاحترام الأطراف لولايات مجلس الأمن، ونولي أهمية كبرى أيضا للوثائق التي تم التوقيع عليها مع أمانة الأمم المتحدة. فالتدابير الأحادية لا تؤثر فقط على عملية حفظ السلام سلبا، ولكنها تضع سابقة سلبية في منظومة حفظ السلام، فضلا عن ما يتولد عليه ذلك من مخاطر على السلم والأمن الدوليين. واجب أن أذكر القضايا التي
أو الأسئلة التي حصل عليها أعضاء المجلس من أعضاء المنظمة الآخرين، وأشكر الأوكرانية لإتاحة هذه الفرصة للدول الأعضاء. لن أرد على كافة الأسئلة، ولكني سأسعى لأعلق على البعض منها. واحد منها مثلا هو السؤال الخاص بالاحتكام لمدونات السلوك الخاص بالمساءلة والشفافية والتناغم في حالة الجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. لم يحتكم لهذه المدونة بعد في بعض الحالات، ولكن لي أن أؤكد لكم أننا من الدول الموقع على هذه المدونة، وسواء احتكم إليه أم لا يجب أن نعمل بشكل متسق، ويجب أن نتخذ إجراءات للحيلولة دون وقوع هذه الجرائم الخطيرة. بالنسبة لجنوب السودان، مجلس الأمن يسعى لتحقيق النتائج، ولكن كما تعون جميعا في بعض المجالات المجلس موحد، وبالنسبة للقضايا الأخرى لا. مثلا بالنسبة لمشروع المسودة الخاصة بحظر توريد الأسلحة لجنوب السودان لم يعتمد، وأرجوي لم تؤيد هذه المسودة في الأساس. أثير سؤال من دولة غير عضو في المجلس حول طريقة العمل. أود أن أكرر أن صيغة الإحاطة بالإضافة للمشاورة تتيح فرصة لنا جميعا الأعضاء وغير الأعضاء لزيادة الشفافية، فهذا يحدث من خلال جلسات الإحاطة العامة، ويمكن للدول أن تقرأ الإفادات الوطنية الخاصة بها، ثم ننتقل للمشاورات حيث نناقش بشكل تفاعلي أكثر. ولكن بالنسبة للمشاورات وأي مسائل أخرى تحت بند مسائل أخرى، أود أن أذكر الوثائق. فمن الأهمية بمكان أن تتوفر لنا أكبر كمية ممكنة من المعلومات من قبل الأمانة أثناء هذه الاجتماعات المغلقة، وكذلك الوثائق التوضيحية مثل الخرائط عند مناقشة الوضع في منطقة بعينها مثلا. ومن المهم أيضا سيدي الرئيس أن نتمكن من الحصول على الوثائق المهمة من الأمانة قبل الاجتماعات، كي يتمكن أعضاء المجلس من فهم القضية بشكل كامل، القضية التي ينظر فيها المجلس وفيها هذا، وبالتالي يتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة. فمن غير المقبول للأمانة أن تمنع الحصول على الوثائق الضرورية والمحورية لأعضاء المجلس، كي يتمكنوا من تحديد مواقفهم واتخاذ الإجراءات المطلوبة للوفاء بمسؤولياتهم المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين. هذه قضية دقيقة جدا، ومن وجهة نظري لابد من النظر فيها بعناية. شكرا سيدي الرئيس. شكرا لممثل أوروغواي على كلمته، والكلمات للصين. سيدي الرئيس، ترحب الصين بعقد هذا الاجتماع الذي عقدته أوكرانيا، وتقدر قيادة أوكرانيا أثناء ترأسها أعمال المجلس في هذا الشهر. ومرة أخرى نؤكد مجددا لوفد روسيا تعزينا الخالصة إثر وفاة السفير تشيركن. أثناء أعمال هذا الشهر تناقشنا في قضايا عدة، سأركز على ثلاثة منها. الأول هو الحالة في أوروبا. عقد المجلس وهذا الشهر اجتماعا وزاريا بشأن النزاعات في أوروبا، وعقد إحاطات حول عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكوسوفو. هذه المنطقة شهدت استقرارا في أوروبا، وأحرز تقدم بشأن بعض القضايا المعقدة، ولكن لا تزال هناك تحديات، هذه التحديات التقليدية وغير التقليدية لا تزال متزايدة، وهذا يتطلب جهدا متأزرا ومتضافرا من الدول لمعالجتها. والصين تود أن تقيم الدول الأوروبية علاقات جديدة ليكسب فيها الجميع، وتعزز التعاون فيما بينها، وأن تبقى ملتزمة بالتسوية السلمية لما بينها من خلافات، وإيجاد حلول شاملة دائمة للقضايا المختلفة. النقطة الثانية هي منع نشوب النزاعات. السلام هو الهدف النبيل للبشرية جمعاء، والمطمح
المشترك. والصين لا تزال تدافع عما ورد في ميثاق الأمم المتحدة من مبادئ ومقاصد، وتعمل على إقامة علاقات جديدة تعزز المكسب لكافة الأطراف، ووضع رؤية شاملة متكاملة للأمن والسلام. دور الأمم المتحدة والمجلس في وقف الحرب وحفظ السلام لابد أن يستخدم بالكامل. يجب أن نعالج الأسباب الجذرية للنزاعات من أجل تحقيق التنمية، ويجب أن نعزز الجهود من أجل بناء السلام واستخدام الدبلوماسية الوقائية، ولابد أن نبقى ملتزمين بتسوية الخلافات بالسبل السلمية. النقطة الثالثة هي مكافحة الإرهاب. في هذا الشهر عقد المجلس نقاشا مفتوحا حول حماية البنية الأساسية الحيوية من الهجمات الإرهابية، وفي الوقت الذي تواجه فيه مكافحة الإرهاب تحديات هائلة، البنية الأساسية أصبحت هدفا سهلا للهجمات الإرهابية، وعلى المجتمع الدولي أن يولي اهتماما كبيرا لهذه المسألة وأن يوحد جهوده في هذا الخصوص. فالإرهاب والعدوان المشترك للبشرية جمعاء، والصين تنادي بوضع معيار موحد في محاربتنا للإرهاب. نستخدم في الدور القيادي للأمم المتحدة والمجلس ونستفيد منهما ونلتزم بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وتعزيز التنسيق والتعاون في مكافحة الإرهاب لنصون السلم الدولي بشكل جماعي ومشترك. ختما أتمنى كل السداد والتوفيق للمملكة المتحدة إذ تتولى رئاسة المجلس في شهر مارس. شكرا سيدي الرئيس. شكرا لممثل الصين على كلمته، والكلمة لبوليفيا. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. أود في المستهل بالتوجه بالتهنئة لكم شخصيا ووفد بلادكم على العمل الذي أنجزتموه وأنتم تترأسون المجلس خلال هذا الشهر. ونحن نقيم عمل المجلس خلال شهر فبراير، كانت هناك الكثير من التطورات الإيجابية، والعمل ليس بالهين بالتأكيد، لأن هناك للأسف لحظات مؤسفة مثل وفاة سعادة السفير فيتالي تشيركين. أود أن أغتنم هذه السانحة لأتقدم من جديد بخالص تعازينا إلى عائلة سعادة السفير تشيركين، إضافة إلى حكومة وبعثة الاتحاد الروسي. سعادة السفير تشيركين لم يعمل فقط عن حق للدفاع عن مصالح بلاده، وإنما اطلع أيضا بدور محوري في النقاشات المعنية بالكثير من القضايا بالغة الحساسية. ونتطلع من هذه القضايا النزاع في سوريا، وبالتالي نتطلع لنتاج إيجابي للمحادثات المستمرة الآن، وأيضا أن تتكلل جهود الأمم المتحدة في هذا المضمار بالنجاح. بالنسبة للتطورات الأخرى خلال هذا الشهر، فقد نجح مجلس الأمن في التعبير بالإجماع عن دعمه لبعض القضايا المختلفة، مثل القرار 2340 المعني بجنوب السودان، والقرار 2341 حول البنية التحتية الحيوية، والقرار 2332 حول الحالة في اليمن، والقرار 2343 حول الحالة في غينيا بيساو. كل تلك القرارات اعتمدت بالإجماع من قبل المجلس، وقد كانت نتاجا للحوار والتفاوض. في الجمعية العامة تفاوضنا حول قرارات عدة وجميعنا أسهمنا، وأعتقد أن هذه الذهنية طبقت في حالة اعتماد تلك القرارات الخاصة بمجلس الأمن. وبناء على مبادرتكم سيدي الرئيس، كانت هناك الكثير من القضايا التي نظرت فيها الدول الأعضاء، وقد تلقينا سؤالا حول النقاشات المفتوحة وكونها تجمع، وإذا كان هناك توثيق لمشاركة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وقد تم التقدم بالإحاطة بأن ذلك سيعزز من شفافية عمل مجلس الأمن. الدول الأعضاء الأخرى أشارت إلى اختصاصات الأمين العام، ولا سيما
تخصيصه لبعض الموظفين في الأمانة العامة، فلا يمكن لأي دولة أن تقلل وتقوض من هذا الاختصاص الذي يتحلى به الأمين العام. أذكر أيضا وأنبه بإعلان رؤساء الدول والحكومات لمجموعة 77 والصين، وكما تعلم تمثل تلك المجموعة ثلثي عضوية هذه المنظمة. وفي هذا البيان دعوا إلى مواصلة العمل لإعادة تنشيط عمل مجلس الأمن وعفوا الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن، إضافة إلى زيادة عدد الدول النامية الممثلة في الفئات الأعلى من العضوية وفي الأمانة العامة. وقد أشاروا إلى أن ذلك سيساعد على زيادة مشاركاتهم في عمل المجلس وفي المنظمة بشكل عام. أود أن ألفت النظر أيضا إلى قيادة اليابان في عملية تغيير وإصلاح أساليب العمل، وبما أننا من الأعضاء الجدد في هذا المجلس فقد استطعنا الانخراط في هذا العمل بشكل آني. أود أيضا أن أسلط الضوء على الملاحظات التي تقدمت بها الأوروغواي بالنسبة للافتقار إلى الشفافية في عمل الأمانة العامة التي لم تسمح بالوصول والاطلاع على بعض الوثائق، فيؤثر ذلك أيضا على جودة مشاركة بعض الأعضاء في هذا المجلس. يجب أن نحظى بموقف يسمح لنا باتخاذ المواقف الخاصة. شكرا سيدي الرئيس، أشكر بوليفيا وأعطي الكلمة إلى المملكة المتحدة. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. إن شهر شباط فبراير 2017 سأتذكره دائما بأنه الشهر الذي فقدنا فيه زميلنا وصديقي السعادة السفير تشيركين. أتقدم من جديد بخالص تعزية لفريقه وعائلته والاتحاد الروسي. هو الشهر الذي شهد أيضا عمل رائع من قبل أوكرانيا وهي تترأس مجلس الأمن، وأود أن أثني عليكم سيدي الرئيس وعلى فريق عملكم للطريقة التي توليتم بهذه المهمة. فهناك عدد من أساليب العمل التي أطلقتموها وعززتم عليها، وعلينا أن نواصل على هذا المضمار. على سبيل المثال، ما قمتم به لضمان الشفافية في أعمالنا تحلى بالنجاعة والفعالية، إضافة إلى انخراط المجتمع المدني، وذلك في استجابة إلى القضية التي أشارت إليها فرنسا، وسنواصلها على هذا الدرب في الشهر القادم نحن المملكة المتحدة. وقد ركزتم أيضا على الإجراءات، ولا سيما في قاعة المشاورات السرية التي دائما ما تمخض عنها بعض الإجراءات، سواء كان ذلك من خلال الاجتماعات الثنائية ما بينكم وبين الدول المعنية أو العناصر المقدمة من الصحافة أو البيانات الرئيسية وغيرها. وبالتالي فكان هناك دائما اعتماد لهذا النهج الذي يعتمد على اتخاذ الإجراءات، وسنسعى لمواصلة هذا الدرب. أعتقد أنكم أيضا قمتم بعمل رائع بتسليط الضوء على بعض القضايا التي لم نتفق عليها، ما في ذلك النزاع في أوروبا التي أعتقد أن بلادكم هي الأكثر معاناة من ذلك، وقمتم بذلك بشكل فعال وأهنئكم أيضا على ذلك. إضافة إلى أساليب العمل وكيفية قيامنا بالعمل، أود أن أتطرق أيضا إلى مضمون عملنا والنظر إلى شهر فبراير، وأتطلع إلى آذار مارس أيضا. فالموضوع الرئيسي خلال الشهر القادم هو درء النزاعات في أفريقيا. فالأمين العام الجديد سلط بشكل كبير الضوء على هذه القضية، وأنا أتفق معه تماما أن المنع أفضل من العلاج، ولا سيما أن نعمل على المستوى الأعلى من سلسلة القيادة لمنع التدهور، ونركز على الوقت والطاقة والموارد
وذلك بغية الحفاظ على الحيوات ومنع تدهور الوضع الأمني والعنف. وقد شهدنا بعض الأمثلة الجيدة وبعض السيئة في 2017 في غامبيا. الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عملوا معا بطريقة فعالة لمنع نشوب نزاع هناك. ولكن في فبراير استمعنا أيضا إلى أن الوضع في جنوب السودان تدهور أكثر مما كان عليه الحال، وهناك تعقيد بالغ في الوضع السياسي وخطر إبادة جماعية تشهده تلك البلاد. وهناك الآن مجاعة أعلنت بالفعل، وهي المجاعة الثانية التي أعلنت منذ بداية هذا العام. 100,000 شخص يتعرضون للمجاعة ومليون شخص على أيضا المحف. وبالتالي فعلينا أن نضمن أن مجلس الأمن يبذل قصارى جهود لكي يساند جهود الأمين العام في مسعاه لإحلال السلم في جنوب السودان، وهي من القضايا الهامة التي سنركز عليها خلال شهر آذار المارس. وسمعنا في شباط فبراير أيضا على الهجمات ضد المدنيين في جمهورية كونغو الديمقراطية، وهي من ناحية أيضا التي يمكن أن تثمر فيها جهود المنع أو درء النزاعات. فمن الأهمية بمكان أن يمثل المسؤولين عن هذا العنف للمساءلة، وأن نرى تقدما محرز في عملية السلام. وسنتطرق إلى تلك القضايا والملفات أيضا خلال الرئاسة البريطانية. وكل تلك السياقات تخضع للقارة الأفريقية، وبالتالي سنعزز من التعاون عن كثب مع الاتحاد الأفريقي. ومن القضايا التي أثمرت في غامبيا هي التعاون على الاتحاد الأفريقي، وهو ما نسعى إليه أيضا في جنوب السودان. أود أن أتطرق أيضا إلى الصومال. ففي مارس ستسمع المملكة المتحدة من مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الاتحاد الأفريقي حول التقدم المحرز في هذا البلد. وغدا مساء سنطلق زيارة إلى منطقة حوض بحيرة تشاد بمشاركة كاميرون، سنذهب أيضا إلى الكاميرون ونيجيريا وتشاد. هناك العديد من العوامل، سواء كانت سياسية أو أمنية أو حوكمة أو إرهاب أو بيئة وغيرها من المناحي التي يجب أن ننظر فيها. وبالتالي نعمل بالتأكيد أيضا في اتساق مع زملاء في الاتحاد الأفريقي. وذلك يمثل بعض المناحي التي أو الملفات التي سنركز عليها خلال الشهر القادم. والرئاسة البريطانية ستعقد أيضا نقاش مفتوح في 14 من آذار مارس حول أشكال الرق المعاصر، وسنحاول الدمج ما بين القضايا التنموية والأمنية. وزيادة هذا الرق المعاصر يمثل مثالا لتلك القضايا التي أيضا لها تداعياتها على العديد من الملفات الأخرى، وهي تقع في لب عمل مجلس الأمن لأنها أيضا ضرورة لصون السلم والأمن الدولي. يعني تلك هي بعض القضايا التي سنطرق إليها، وأتطلع للعمل معكم خلال الشهر القادم، ولا سيما من خلال اعتماد أثري بعمل فعال ولاجع. شكرا. أشكر ممثل المملكة المتحدة على بياني، وأعطي الكلمة إلى ممثل السويد. شكرا سيدي الرئيس. اسمحوا لي في المستهل بأن أضم صوتي إلى من سبقني بالحديث بالإشادة إليكم وفريقكم للرئاسة الحميدة للمجلس خلال شهر فبراير شباط. فالمهمة الرئيسية للمجلس هي معالجة وصون السلم والأمن الدوليين طريقة فعالة، ونحن سنواصل هذا المضمار الذي سمح بإضفاء النجاعة والشفافية و الدمج على عمل مجلس الأمن. وقد منحتنا أيضا هذا التطور في أساليب العمل في فتح المجال لطرح الأسئلة من قبل الأعضاء غير أعضاء الأمم المتحدة غير الأعضاء في مجلس الأمن. وهناك قضايا عدة أيضا أوردت على جدول أعمال المجلس خلال هذا الشهر. لا أرغب في أن أتطرق بالتفصيل حول تلك القضايا، إلا أنني وددت أن أؤكد على بعض النقاط ولن أطنب. فقد تطرقنا إلى الحالة في الشرق الأوسط،
خلال هذا الشهر، وكان هناك نقاش بناء ركز على الوضع الأمني في أوروبا، وهو يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للسويد. كما ركزنا أيضا على عدد من القضايا الأفريقية والأسيوية، ولا يزال الشوط طويلا، فالتحديات التي أمامنا كثيرة. لن أكرر ما ذكر آنفا من قبل أعضاء المجلس، وسأتحلل بالإيجاز وأتطرق إلى بعض الأسئلة التي تقدمت بها العضوية الأوسع، وأغتنم هذه السانحة تحت الرئاسة الأوكرانية بتقديم بعض الأفكار بالنسبة إلى أساليب العمل. والأعضاء المنتخبين، فإن العمل الذي يقوم به الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى، لا سيما مذكرة 507 ضرورة، فإنها توفر استرشادا جيدا، إضافة إلى المرونة. والقضية الأخرى التي أشارت إليها اليابان بالنسبة لجدول أعمال الفريق العامل غير الرسمي لهذا العام، فإننا نؤيد تلك الجهود بشكل كامل. والكثير من الأفكار المقدمة لإضفاء النجاة على عمل المجلس موجودة بالفعل، وفرادة الأعضاء يجب أن يستغلوا ذلك ويعولوا عليها، والرئاسة تتحمل المسؤولية بتحويل تلك النقاط والمبادئ إلى واقع ملموس في الإجراءات. ونعتقد أن الرئاسة الأوكرانية قامت بذلك عن حق، وأننا نؤيد جهود كل أعضاء المجلس. ويسعدنا أن نلحظ أن بداية هذا العام شهدت التعاون حول تلك الجهود، ولكن هناك نقطتين لا تزال عالقتين. أولا، كما ذكر من قبل الأعضاء الآخرين، هناك زيادة في التعويل على عناصر المقدمة للصحافة. هي لا تزيد فقط الشفافية، ولكنها تساعد المجلس أيضا على إيجاز أهم النقاط النقاش الأساسية والتوصل إلى أفضل سبل لمناقشة هذه القضايا بشكل أعمق. إضافة إلى ذلك، فهناك أيضا إدماج لبعض المسؤولين عن المنظمة الإقليمية والمجتمع المدني كمقدم إحاطة، مما أضاف منظور إقليمي جديد يساعدنا على تفهم الصورة الأكبر، وبالتالي نعزز من جودة المداولات والنقاشات، وقد شهدنا ذلك في الكثير من حالات خلال هذا الشهر أيضا. وهذا سيدي الرئيس يأخذني إلى نقطة الدرء أو المنع، والتي تطرق إليها أحد الدول الأعضاء، ولا سيما بالنسبة للقضايا التي ينظر فيها المجلس. الدرء هو بيت القصيد في جدول أعمال صون السلم والأمن الجديد، فيجب أن نعزز هذه العلاقة ما بين الدرء وجهود الأمين العام، فهي أحد أهم الرسائل التي صدرت عن النقاش المفتوح الذي عقد في العاشر من كانون الثاني يناير. في فبراير أكدت أوكرانيا أن تعزيز هذه العلاقة ما بين مجلس الأمن والأمين العام أصبحت واقعا ملموسا، فتقدم الأمين العام بإحاطة إلى المجلس حول زيارته إلى القمة الأفريقية، والتي أشار إلى عدد من المبادرات التي أطلقت تعزيز الإجراءات التي تمنع الجر نحو النزاعات من جديد. وعلينا أن نواصل هذه التفاعلات ونعزز من الجهود المبذولة من قبلنا نحن مجلس الأمن والأمين العام بطريقة ذات مغزى ونجاعة. وبالنسبة للقضية التي أشيرت بالنسبة للهيئات الفرعية التابعة، فكرئيس للفريق المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة، يسعدنا نؤكد أن هذا الفريق توصل إلى استنتاجات معجلة حول حالة الأطفال والنزاعات المسلحة في كولومبيا، وهي أولى الاستنتاجات التي تم التفاوض عليها تحت رئاساتنا، وهناك عمل الآن جاري حول الوضع في الصومال. سيدي الرئيس، في الختام أود أن أجيب عن سؤال معني بمنظور الأولويات المستقبلية. بعد شهرين أمضيناها كأعضاء في المجلس، فالمنظور هو أن هناك زخم إيجابي ينعم به المجلس حاليا، فالعلاقة ما بين الأمين العام والمجلس أصبحت أقوى، وهناك التزام من الجانبين للعمل معا بطريقة بناءة، فهناك تركيز مجدد حول درء النزاعات واستدامة السلام. ونعتقد أن هذا الفكر المعني بدرء النزاعات ومعالجة الأسباب الجذرية
الدولية والنظر إلى التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والتحديات الإنسانية والسلم والأمن معا أصبح جزء لا يتجزأ من نقاشات المجلس بشكل متنام. علينا أن نعزز ونصنهد هذا النهج من خلال الحوار مع كل أعضاء المجلس يمثل أولوية قصيرة الأجل وطويلة الأجل، ونتطلع لدعم زملائنا المملكة المتحدة والعمل معهم عن كثب، ونحن نواصل هذه النقاشات خلال شهر أذار مارس. بالنسبة لزيارة منطقة حوض بحيرة تشاد التي ستبدأ غدا فإنها ستساعدنا على التواصل إلى هذا المنظور الإيجابي بشكل جيد. شكرا سيدي الرئيس، أشكر مندوب السويد، والآن أتقدم ببيان بصفتي ممثلا عن وفد أوكرانيا. بالعام الماضي عقد المجلس إحاطات حول الموضوع قيد النظر 5 مرات فقط، وهذا العام يمثل المرة الأولى التي يعقد فيها المجلس إحاطة حول تنفيذ مذكرة الرئيس رقم 507. أعتقد أننا لا يجب أن نقيم الاهتمام بهذا الموضوع وفقا للأرقام، فجميعنا على دراية بأن هناك اهتمام متنام بعمل المجلس من العضوية العامة للأمم المتحدة، وقد ظهر ذلك جليا في التواجد في أروقة الأمم المتحدة التي تحيط هذه القاعة. وبالتالي فنرى أن هناك قيمة مضافة حقيقية في سعينا لتحسين أطر الإعداد لهذه الإحاطات إذا ما أردنا عن حق أن نضيف النجاعة والفعالية لمداولاتنا. وبهذه الروح فقد سعت الرئاسة خلال هذا الشهر أن تسمح لعضوية الأمم المتحدة بصياغة نقاشاتنا، ويترك الأمر في يد رئاسات المستقبلية لمواصلة هذه الممارسة والبناء عليها. ومع أن هذا الشهر يمثل الشهر الأقصر في العام، إلا أنه كان مكتظ بالاجتماعات والنقاشات سواء من قبل المجلس أو الهيئات الفرعية التابعة. ومن أهم النقاط التي عمل عليها المجلس خلال هذا الشهر هي المبادرة التي دعونا فيها الأمين العام لتقديم إحاطة حول مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي. وبدون الدخول في تفاصيل إحاطة الأمين العام والتي كانت بالتأكيد مفيدة، فإننا ندعو لمواصلة عقد مثل هذه الاجتماعات لتعزيز العلاقة ما بين المجلس والأمين العام، ونستفيد بالتالي جميعا كعائلات أمم متحدة جامعة مانعة. ونحن نتطلع لمواصلة هذا الدور الاستباقي للأمين العام، والذي يقوم بالتطرق إلى قضايا ذات الأهمية المعنية بالسلم والأمن، ويرفع التقارير والإحاطات إلى مجلس الأمن. في 13 من شباط فبراير عقد نقاش مفتوح في مجلس الأمن مع المجتمع الدولي، والذي وفر استجابة ملائمة لتهديد الهجمات الإرهابية ضد البنية التحتية الحيوية. ونأمل أن يكون اعتماد القرار 2341 عاملا مساعدا على زيادة جهود الدول الفاعلة في هذا المضمار، ولا سيما في إطار الاستراتيجية الأممية لمكافحة الإرهاب. وقد كانت هناك نقاشات تالية لذلك تبرهن على ضرورة تحسين حماية البنية التحتية الحيوية، ولا سيما قطاع المواصلات البحرية والجوية والصناعة النووية والقطاع المالي والمشروعات عبر الوطنية من التهديدات الإرهابية السيبرانية والمادية. والآن أصبح من أهمية بمكان أن ننفذ هذه القرارات ونتخذ الإجراءات والخطوات اللازمة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي. وأستغل هذه السانحة للتأكيد على أن بلادي بدأت بالفعل في تنفيذ الإجراءات الخاصة بهذا التقرير، ولا سيما بالنسبة للمقررات الخاصة بالرئيس وأيضا الأمن الوطني ومجلس الدفاع في أوكرانيا. في 21 من فبراير انخرط المجلس في نقاش مفتوح آخر حول النزاعات في أوروبا، وبالتأكيد نحتاج لنصب كل الاهتمام حول هذه القضية، فلا يمكن أن نواصل غض الطرف عن هذه المشكلات آملين أن تختفي تلك المشكلات، فهي لن تختفي إذ لم نعالج تلك القضايا بالطريقة الواجبة والملائمة، فإنها ستواصل بث زعزع والتفتت والسموم في العلاقات ما بين البلدان، وبالتالي تزعزع من الأمن والسلم الدوليين. وبالاستجابة إلى الأسئلة التي تقدم بها البعض حول عمل الهيئات الفرعية التابعة للمجلس، سأضيف بعض الكلمات بصفتي رئيسا للجنة 1591 حول السودان و 2127 المعنية بجمهورية أفريقيا الوسطى. فحينما كنا بقيادة تلك اللجان سعينا لزيادة
القيادة الفعالية والشفافية في عملها مع صون الانخراط البناء مع حكومات البلدان المعنية من خلال البعثات هنا في نيويورك ومن خلال تيسير العمل مع لجان الخبراء وفتح قنوات تواصل مع كل الأطراف المعنية. ومن الخطط الفورية التي قمنا بها هي تنظيم زيارة إلى دارفور لمناقشة هذه القضايا مع السلطات السودانية والهيئات الأممية التي تعمل هناك. وهناك أيضا بعض الملاحظات حول أساليب عمل المجلس خلال شهر شباط فبراير. كما ذكر من سبقني بالحديث فإننا يثورنا بالغ القلق بأنه على الرغم من التزام بتنظيم اجتماعات عامة مفتوحة فإن هناك زيادة في عدد المشاورات غير الرسمية التي يقوم بها المجلس. وفد بلادي منذ البداية أعد برنامج عمل يسعى لوضع خطة لكي تصبح كل الإحاطات منظمة في القاعة العامة للمجلس، ولم تسمح لنا السانحة بإرساء هذه الممارسة إلا أننا ممتنون لأعضاء المجلس لدعمهم العام لاعتماد هذا النهج، ونأمل أن في المستقبل تكون المشاورات في أقل الحدود. فحينما نناقش الموضوعات في القاعة العامة يمتنع بعض أو تمتنع بعض الدول الأعضاء عن الإفصاح عن مواقفها في البيانات العامة، مما يبعث برسالة خاطئة للأطراف المعنية، وبعض في بعض الأحيان الافتقار إلى الشفافية من قبل المجلس يمكن أن يساء فهمها وتقلل من مستوى الثقة في عمل المجلس. وقد وجدنا توازنا ما بين الثقة والسرية في المشاورات غير الرسمية والحاجة للإبقاء على هذا المستوى من الانفتاح، وعليه فعملا بمذكرة الرئيس رقم 507 نشجع الرئاسات المستقبلية مواصلة تقديم الإحاطات إلى الإعلام والعامة من خلال المشاورات، وذلك بعد عقد مشاورات غير رسمية. ونعتقد أن بمكان للرئاسة أن تستمع أيضا إلى الآراء وشواغل وأفكار وتوقعات ومطالب الأطراف المعنية، فذلك سيدفع قدما بالمعرفة وسيسهم في التوصل إلى قرارات أمثل. في الختام أشكركم جميعا على الكلمات الطيبة التي تقدمتم بها إلي وإلى فريقي، فإذا ما كان عملا قد تكلل بالنجاح في ترأس هذا المجلس فإن ذلك يعود لتعاونكم ودعمكم. وبالنسبة إلى صديقي ماثيو ووفد المملكة المتحدة الذي سينتقل إلى هذا المقعد المحمل بالمسؤولية خلال بضع ساعات، أود أن أنقل إليه كامل دعمنا القاطع. شكرا، والآن أستأنف مهامي كرئيسا للمجلس. لا توجد أي أسماء أخرى مضافة إلى قائمة المتحدثين، رفعت الجلسة. في الشرق الأوسط اعتمد جدول الأعمال بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن. أدعو ممثلي كل من ألبانيا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وكرواتيا وقبرص والجمهورية التشيكية والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وأيسلندا وإيرلندا وإسرائيل ولاتفيا وليشتنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا ومونتينيغرو الجبل الأسود وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وقطر ورومانيا والمملكة العربية السعودية و
إسبانيا والجمهورية العربية السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة للمشاركة في هذا الاجتماع، تقرر ذلك. سيبدأ مجلس الأمن الآن النظر في البند الثاني من جدول الأعمال. حصل أعضاء مجلس الأمن على الوثيقة S على 2017 على 272، وهي تضم نص مشروع القرار المقدم من كل من ألبانيا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وكرواتيا وقبرص والجمهورية التشيكية والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسلندا وإيرلندا وإسرائيل وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليشتنشتاين وليتوانيا واللوكسمبورغ ومالطا ومونتينيغرو الجبل الأسود وهولندا و نيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وقطر ورومانيا والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد وتركيا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. استرعي انتباه أعضاء المجلس إلى الوثيقة S على 2017 على 170، رسالة مؤرخة 24 فبراير 2017 من الممثلين الدائمين لفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، موجهة إلى رئيس مجلس الأمن. والآن أعطي الكلمة يا أعضاء المجلس الذين يودون الإدلاء ببيانات قبل التصويت، وأعطي الكلمة لممثل فرنسا. السيد الرئيس، منذ عدة أشهر وفرنسا بمعية المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية قد سعت إلى جمع صف مجلس الأمن للاستجابة للجرائم البشعة المرتكبة في سوريا والتي تضم منذ عدة سنوات استخدامات متكررة ومحققة ومؤكدة للأسلحة الكيميائية بحق المواطنين المدنيين. هذه الأفعال الإجرامية تستمر اليوم إذ نحن نتحدث هنا، ينبغي إنهاء ذلك. الرهانات تتجاوز حدود الملف السوري والمسألة بلغت خطرا كبيرا. قبل قرن من الزمن عرف هذا العالم بشاعة الأسلحة الكيميائية مع استعمال الكلور بحق المدنيين، وقد حدث ذلك يوم 15 إبريل 1915 في إبر في بلجيكا. العالم أراد أن نتفادى حدوث مثل هذه البشاعات من جديد، وثمة تراجع حدث اليوم وهو أمر مقلق. أصبحت هناك أمور كنا نتصور أنها قد عفى عليها الظهر وانتهت، بل هي تتكرر اليوم أمام أعيننا. ثمة أسلحة محظورة استعملت عدة مرات في النزاع السوري، بينما 192 من الدول قد التزمت بعدم فعل ذلك من خلال التصديق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وافقت هذه الدول على عدم استخدام هذه الأسلحة وتدمير المخزونات الموجودة. أدعوكم جميعا يا سيدي الرئيس ويا أيها الزملاء الأعزاء إلى أن نتحمل مسؤولياتنا على النحو السليم. نحن لا نواجه فقط خطر انتشار أسلحة دمار شامل، بل إننا نرى استخداما متكررا ومنهجيا وبشعا لأسلحة هي أسلحة دمار شامل وتحديدا أسلحة كيميائية بحق مواطنين مدنيين. فيما يتعلق بانتهاك السلام فإننا هنا بلغنا أقصى درجات انتهاك السلام والأمن الدوليين، وعليه لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي، هذا ليس مقبولا. لذلك فإننا جميعا ينبغي أن نتذكر أننا وبالإجماع قد التزمنا بكل عزيمة وإصرار من خلال مجلس الأمن في شهر سبتمبر من العام 2013. التزمنا إذن بأنه في حالة عدم احترام القرار 21/18 بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف كان في الجمهورية العربية السورية، فإن مجلس الأمن سوف يفرض تدابير بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. السيد الرئيس، لقد بلغنا اليوم هذه اللحظة الحاسمة حيث لم يعد من الممكن أن نغض الطرف عما يحدث. ثمة حالات متكررة تم التأكيد على حدوثها ونحن نبلغ عنها بشكل مستمر وبطريقة منهجية واحترافية،
وإن مسؤولية النظام السوري قد أصبحت واضحة في 3 من هذه الحالات ودون أي لبس كان، كما أن آلية التحقيقات المشتركة قد أشارت إلى انخراط داعش في إحدى هذه الهجمات. من ثم فإن مجلس الأمن وهو الضامن والحارس لنظام الأمن الجماعي ينبغي أن يتحرك، لا يمكن أن نكتفي بالأقوال، بل إن الأفعال أصبحت بمثابة واجب ومسؤولية وقد التزمنا بذلك بالفعل، ومن ثم علينا أن نكون متسقين مع إنشاء الآلية المشتركة للتحقيقات التي جددنا ثقتنا فيها، وإن استمرار عملية أعمال هذه الآلية هو أمر قد قررناه بالإجماع من خلال القرار 23/19 في شهر نوفمبر الماضي، وثقتنا في هذه الآلية لا تعني أنه بإمكاننا أن نتفادى التحرك لمعاقبة من تجاوز هذا الخط الأحمر. ينبغي أن نتخذ التدابير اللازمة على أساس الخلاصات التي توصلت إليها آلية قبلناها بالإجماع وجددنا ولايتها بالإجماع. ينبغي أن نطلق إنذارا ورسالة حاسمة في مواجهة هؤلاء الذين ينظرون إلينا والذين قد يفكرون في المستقبل أيضا بتجاوز هذا الخط الأحمر. إذا أخرنا التحرك لتحقيق العدالة التي التزمنا بها بشكل جماعي، إذا غضضنا الطرف عن مسؤولياتنا، فإننا سنعطي إشارة بأنه من الممكن الإفلات من العقاب بشكل كامل. السيد الرئيس، إن بلادي منخرطة منذ فترة طويلة في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولا يمكن أن نقبل ذلك، وبالتالي فإن الوضع الدولي يجعلنا نتحرك بشكل حاسم وفوري. علينا أن نحمي نظام عدم الانتشار الكيميائي وكذلك جميع نظم عدم الانتشار. ينبغي أن نصون هذا الكنز الذي وضعناه بأنفسنا، لا يمكن أن نتأخر أكثر من ذلك. من ثم فإن فرنسا بمعية الشركاء البريطانيين والأمريكيين أرادت أن تخوض بنية حسنة في مفاوضات لتوحيد صف أعضاء هذا المجلس لإيجاد الجواب الملائم. نتيجة جهودنا أدت إلى تقديم مقترح متوازن لمعاقبة كل أصحاب الشأن الذين تدخلوا في هذه المسألة وانخرطوا فيها من خلال تدابير مستهدفة. أولا، لدينا هذا القرار الذي ينص على اعتماد تدابير بموجب الفصل 7 للميثاق، مع الإشارة إلى انتهاك القرار 21/18 وإدانة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. ثانيا، فإننا نشدد على قناعة المجلس بأن المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة الكيميائية ينبغي ملاحقتهم قضائيا. ثالثا، نؤكد على ضرورة امتثال النظام السوري لجميع التزاماته الدولية. رابعا، يؤكد القرار على عدد من التدابير المتخذة بحق داعش وعدد من المجموعات الإرهابية المدرجة على قائمة هذا المجلس. خامسا، يشير القرار إلى تدابير ملموسة تتعلق بالجزاءات، وتحديدا إنشاء لجنة جزاءات مدعومة بفريق من الخبراء مع وضع المعايير الملائمة لإدراج أسماء الجهات والأفراد المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة الكيميائية، مع ملحق لقائمة من الهيئات والأفراد أو الجهات والأفراد. وكذلك فهي تحظر أي أسلحة كيميائية يمكن أن تستخدم بشكل خطير، وكذلك استخدامها مع المروحيات. إن لم نتحرك فإننا سنكون مسؤولين عما يحدث. ينبغي أن نتجاوز الانقسامات السياسية التي حالت دون الوصول إلى موقف مشترك بشأن عدم الانتشار في الماضي. إن لم نكن قادرين على أن نحقق ما يرضي ضمير الإنسانية فإننا سنكون قد فشلنا وإن مصداقيتنا على المحك. نحن أمام حالة من الضباب، ولكن لا يمكن أن نستخدم ذلك كذريعة لعدم الامتثال لمسؤولياتنا. إنها لحظة حاسمة، لأن قيمنا الأساسية المتعلقة بالأمن والحقوق والقيم كل ذلك مهدد. فيما يتعلق بالقيم، لا يمكن أن نقبل بقتل أطفال ونساء بدم بارد في أسوأ ظروف يمكن تخيلها. هذا يتنافى مع أي شكل من أشكال الحضارة. ثانيا، فيما يتعلق بالحقوق والقانون، ينبغي مساءلة مرتكبي هذه الجرائم. ما الذي ننتظره لتحقيق ذلك وللامتثال للقانون الذي وضعناه بأنفسنا؟
أخيرا فيما يتعلق بالأمن، إذا ما غضضنا الطرف عن استخدام أسلحة كيميائية بحق مواطنين مدنيين، فما هي مصداقيتنا غدا في المستقبل؟ كيف يمكن أن ندين الإرهاب النووي في المستقبل أو الإرهاب البكتيريولوجي وغيره أو الجرثومي؟ إذن هذه الرهانات لا تتعلق بمجرد مصالح تكتيكية، نحن نتحدث عن مثلنا العليا وقيمنا وأمننا. العالم ينظر إلينا وهو بانتظار أن نتخذ قرار. ينبغي أن نكون عند حسن ظن المواطنين وأن نمتثل لميثاق الأمم المتحدة وقيم الأمم المتحدة ومصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية. وإذا كانت هناك أي أسباب فهي لا يمكن أن تحول دون تحقيق ذلك اليوم، وإن فرنسا لن تتخلى أبدا عن اتخاذ مثل هذه الخطوات. شكرا سيدي الرئيس. أشكر ممثل فرنسا الموقر على هذا البيان وأعطي الكلمة لممثل المملكة المتحدة. شكرا سيدي الرئيس. هذا المجلس سيطرح عليه سؤال بسيط، هل سنتحرك في مواجهة هؤلاء الذين يستعملون أسلحة كيميائية في سوريا؟ الأمر بهذه البساطة، هل سنتحرك نيابة عن هؤلاء الذين دمرت حياتهم بسبب هذه الأسلحة؟ هل سنتحرك لصالح أفراد على غرار أحد المواطنين السوريين الذين ذهبوا إلى المستشفيات على غرار محمد الذي ذهب إلى المستشفى في شهر أبريل، وبعدها ببضع ساعات جاءت مروحية سورية دمرت هذا المشفى في طلمينس، وبالتالي سقط على هذا المشفى أو انهال عليه مواد سامة لونها أصفر وكيميائية، وهذا الشخص محمد قضى في هذا الصدد أو أصيب وأصبح وجهه أحمر اللون وبدأ يفقد سوائل بيضاء تخرج من فمه وبدأت رئته تتأثر وتوقف عن التنفس وتوقف قلبه عن النبض. تم تقديم العناية المركزة له وقضى محمد في الساعة الثانية، كان في السادسة من عمره. محمد هو سبب تواجدنا هنا اليوم، نحن في هذه القاعة للبدء في تحقيق العدالة من أجله ومن أجل عائلته ومن أجل المئات بل الآلاف من السوريين الذين عاشوا حالات مشابهة لحالته هذه. الأمر هنا لا يتعلق بالسياسة، نحن هنا لا نتحدث عن هذه الآلية أو عن هذه المنظمة أو تلك، الأمر لا يتعلق بسوريا بحد ذاتها، بل يتعلق الأمر باتخاذ موقف عندما يتم تسميم أطفال. المسألة بهذه البساطة، الأمر يتعلق باتخاذ موقف عندما يتم إصابة وجرح وتشويه مواطنين واستخدام أسلحة دون أي اعتبار للمعايير الدولية التي نقول وندعي بأننا ندافع عنها. بعد لحظة من الآن سيطلب منا أن نصوت على هذا القرار، وآمل أن جميع أعضاء هذه المجلس سيرفعون يدهم لتأييد هذا النص. عندما يحدث ذلك ينبغي أن نتذكر جميعا هذا الطفل محمد. أشكر الممثل الموقر للمملكة المتحدة على هذا البيان. إذا كان المجلس مستعدا للتصويت على مشروع القرار فإنني سوف أطرح مشروع القرار للتصويت الآن. أرجو من مؤيدي مشروع القرار الوارد في الوثيقة S على 2017 على 172 أن يرفعوا أيديهم. Those against. أرجو من المعترضين رفع أيديهم. Abstentions. الممتنعون. Mm-hmm.
The result of the voting is نتيجة التصويت جاءت على النحو التالي. 9 مؤيدين، 3 معترضين و3 ممتنعين. Draft resolution has not been لم يتم اعتماد مشروع القرار وذلك بسبب التصويت بالنفي من طرف عضو دائم في مجلس الأمن. والآن أعطي الكلمة لأعضاء المجلس الذين يودون الإدلاء ببيانات بعد التصويت، وأعطي الكلمة لممثلة الولايات المتحدة. شكرا سيدي الرئيس. عندما نسمع أعضاء في مجلس الأمن يتحدثون عن استخدام الأسلحة الكيميائية، فمن المدهش أن نرى أن هناك اتحاد بشأن القلق بشأن استعمال هذه الأسلحة في سوريا وفي مناطق أخرى. ولذلك فإن نتيجة أو منع هذا القرار أمر مدهش. كل من روسيا والصين رفضا مساءلة نظام بشار الأسد بشأن استخدام أسلحة كيميائية. غض هذان العضوان الطرف عن المواطنين العزل من الرجال والنساء والأطفال الذين قضوا ولقوا حتفهم في حالة من العذاب بسبب استخدام هذه الأسلحة، بل ما فعلاه هو أنهما وضعا أولياء أهمية لنظام الأسد أكثر من اهتمامهم بالسلام والأمن. الأسد وبكل عجرفة لا يزال يستخدم هذه الأسلحة، وإن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أرسلت بعثة تقصي حقائق إلى سوريا للتحقيق، وهذه البعثة أكدت إن الأسلحة الكيميائية استخدمت ولكن لم تكن لديها الولاية الكاملة لقول من استخدم هذه الأسلحة. وعليه فقد وضعنا آلية التحقيق المشتركة للإجابة عن هذا السؤال البديهي. إذا كانت هناك أسلحة كيميائية قد استخدمت في سوريا، فمن الذي انخرط في ذلك؟ كل أعضاء هذا المجلس بما في ذلك روسيا والصين، الكل قال حينها إننا نود أن نعرف من استخدم هذه الأسلحة الكيميائية، وقد حصلنا على جواب على هذا السؤال، بيد أن كل من روسيا والصين لم تعجبهما الإجابة. وبالتالي تم التواصل مع شهود وتم جمع الشهادات والأدلة، وأصبح من الواضح بما لا يدع مجالا للشك أن نظام الأسد قد استخدم أسلحة كيميائية 3 مرات بين عام 2014 و 2015، وإن داعش استخدمت هذه الأسلحة مرة واحدة. هذه هي الهجمات التي كان من الممكن تأكيدها بموارد محدودة ووقت محمود. كان هناك إذن تقارير تقول إن نظام الأسد استخدم ربما أسلحة كيميائية أكثر من ذلك. الأعضاء هنا يدينون داعش ولكن يغضون الطرف عن الدولة العضو الجمهورية العربية السورية التي استخدمت هذه الأسلحة 3 مرات. ومن ثم فإن كلا من الصين وروسيا تقولان إنهما لديهما أسئلة بشأن هذه الهجمات. والآن وبشكل مفاجئ فإن هذين البلدين يقولان إن التحقيقات لم تكن كافية، وتود روسيا أن تترك سوريا تحقق بنفسها في استخدام الأسلحة التي استخدمتها. هل سنترك أيضا داعش تحقق في استخدامها للأسلحة؟ هناك من يرفضون انتقاد نظام الأسد على استخدام هذه الأسلحة. إذن ما هي الرسالة التي نطلقها أمام العالم هنا؟ إذا كنتم حلفاء لروسيا والصين فهما سيغطيان أي أفعال فيها استخدام لأسلحة كيميائية. البعض يقول إنه علينا أن نركز أكثر على داعش. بالطبع فإن الولايات المتحدة تدين أي استعمال للأسلحة الكيميائية من طرف داعش أو أي أطراف من غير الدول، ونحن عازمون على هزيمة داعش، وإن استخدام الأسلحة الكيميائية هو جزء لا يتجزأ من هذه الضرورة الملحة. ولكن بشاعة ما ترتكبه داعش لا يبرر أيضا استخدام نظام الأسد لهذه الأسلحة. كلاهما ينبغي أن يواجه تبعات هذه الاستخدامات.
البعض يقول إن الوقت ليس ملائما لهذا القرار أو أنه علينا أن نؤجل هذا التصويت لتحقيق الوحدة في صفوف المجلس. الواقع أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية، وبالتالي فإن المدنيين لقوا حتفهم بأبشع الطرق، ولدينا تأكيد لانخراط النظام السوري في هذه العملية. كيف يمكن أن ننتظر مزيدا من الوقت؟ بل السؤال لماذا لم نتحرك قبل ذلك؟ والآن حتى وإن خرجنا عن نطاق مجلس الأمن، السبب الذي يجعلنا نقدم مشروع القرار هذا هو أننا نريد أن نتأكد أنه لن يتسنى لأحد أبدا أن يفكر في استخدام هذه الأسلحة الكيميائية. انظروا إلى الفيديوهات على الإنترنت بشأن استخدام هذه الأسلحة الكيميائية، انظروا إلى الآباء والأطفال الذين كانوا ملقين على الأرض واحدا إلى جانب الآخر، وكانوا يبحثون عن الأكسجين للتنفس وكانوا يعانون بشكل بشع. هذا أمر ينبغي أن يحركنا جميعا. لا يمكن لأحد منا أن يتردد في الرد على هذه الهجمات، لا يمكن أن نترك لأحد فرصة التفكير في استخدام مثل هذه الأسلحة. بكل أسف فإن قرار اليوم لم يعتمد، وهناك أشخاص مقربين من نظام الأسد ووضعنا أسماءهم في القائمة الملحقة بهذا القرار، والواقع أن الأمم المتحدة قد أدرجت على القائمة عددا من الأسماء، وسوف نتعاون مع الشركاء لإدراج أسماء أخرى. لن ننسى المعاناة الخطيرة التي أدى إليها استخدام هذه الأسلحة الكيميائية من طرف نظام الأسد. أقول لأصدقائي في روسيا، هذا القرار في الواقع هو ملائم تماما، ويله من يوم مؤسف في تاريخ مجلس الأمن عندما يكون هناك أعضاء يبحثون عن ذرائع وتبريرات لأعضاء آخرين يجعلون هذا العالم أكثر خطورة. المجتمع الدولي عليه أن يأخذ ذلك في الاعتبار، وشكرا. أشكر مندوبة الولايات المتحدة على هذا البيان، وأعطي الكلمة لممثل المملكة المتحدة. شكرا سيدي الرئيس. أشعر بشيء من الفزع عندما أرى أن روسيا استخدمت حق الفيتو، وأيضا يفاجئني أن تكون الصين أيضا قد انضمت إليها، علما بأن كلا البلدين قد أعربا عن دعمهما لعدم الانتشار. بصفتنا عضوا دائما في هذا المجلس، وبصفتنا طرفا في اتفاق، بل بصفة هذين البلدين عفوا أعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فإن من المؤسف أن نرى ذلك، وهما قد قوضا اليوم مصداقية مجلس الأمن. وإن قرار مجلس الأمن 21/18 كان قد أدى إلى اتفاقنا جميعا على أن أي استعمال للأسلحة الكيميائية من أي طرف كان في الجمهورية العربية السورية سوف يؤدي إلى فرض المجلس تدابير وجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق، ولكن حق النقد الذي استخدم اليوم منعنا من القيام بذلك. النص لم يكن نصا سياسيا، هو بمثابة قرار فني تقني قائم على تقارير حيادية من طرف آلية تحقيق مشتركة بين كل من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهذا التقرير كنا قد دعونا إليه جميعا، هذا التحقيق كنا قد أيدناه جميعا، ولكن عوضا عن دعم هذا القرار فإن روسيا استغلت أسوأ استغلال لحقها في النقد دون أخذ في الاعتبار للقواعد الدنيا والحدود الدنيا للنظام الذي يعمل به هذا العالم، وكذلك مع غض الطرف عن استخدام النظام السوري الذي استخدم الأسلحة الكيميائية ضد مواطنيه، مما أدى إلى قتل أطفال في السادسة من العمر على غرار محمد الذي ذكرته سالفا. ليست هذه المرة الأولى التي تستعمل فيها روسيا حق الفيتو هذا، وهل لدينا أي ضمانات بأن روسيا لن تفعل ذلك مجددا لدعم النظام السوري؟ الواقع أنهم يفضلون أن يغطوا على هذه الأفعال التي يرتكبها الأسد عوضا
عن منع استخدام هذه الأسلحة. سيقول الروس إن هذا يقوم على أدلة غير واضحة وغير دامغة وقاطعة، ولكن الآلية المشتركة للتحقيقات منشأة من طرف كل من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وروسيا كانت قد وافقت على ذلك. ولكن عندما أصبحت النتائج التي تعلن عنها هذه الآلية لا تعجب روسيا، فإن روسيا فجأة أصبحت ضد ذلك. هناك فكرة أن الطرف المدين، الطرف المخطئ، يمكنه أن يحقق بنفسه فيما ارتكبه من أفعال، وهذا أمر عبثي. النظام السوري لا يمكن أن يفعل ذلك. روسيا ستقول إن الآلية المشتركة لا ترتقي إلى المعايير الدولية، ولكن القرار 2235 كان يشير فقط إلى النظر في الأدلة بشكل حيادي والوصول إلى استنتاجات. ستقول روسيا إنه علينا أن نركز أكثر على استخدام داعش الأسلحة الكيميائية، ولكن نحن لدينا بالفعل تدابير لمكافحة داعش، تدابير قوية. مشروع القرار هذا كان سيعزز هذه التدابير، وكان سيكرر فقط إدانتنا لما تفعله داعش. ستقول روسيا إن دعم هذا القرار سوف يعرقل العملية السياسية السورية، ولكن هذا ليس صحيحا. المملكة المتحدة ملتزمة بالتعاون مع روسيا وأي عضو آخر في الأمم المتحدة لمساعدة الشعب السوري على الوصول إلى تسوية سياسية دائمة، ولكن لم نتحرك الآن في مواجهة استخدام أسلحة كيميائية، فإن هذا سيقوض الثقة في قدرة المجتمع الدولي على مواجهة انتهاكات صريحة للقانون الدولي، وهذا سيقوض تماما الثقة، ثقة السوريين الذين شعروا بالفزع لاستخدام هذه الأسلحة. هذا لن يؤدي إلى إنشاء الظروف المواتية لإنجاح المباحثات السياسية. على الرغم من تحرك كل من روسيا والصين ضد هذا القرار، فإننا نود أن نكرر شكرنا لآلية التحقيقات المشتركة والشركاء الدوليين الذين يدعمون هذه الآلية، لأن جهود هذه الآلية قد جعلت من البديهي والواضح أن كل من النظام السوري وداعش استخدما أسلحة سامة ضد المدنيين في سوريا. المسؤولون عن مثل هذه الهجمات هم أحرار إلى حد اليوم ولم يتم معاقبتهم. كانت لدينا فرصة اليوم لإنهاء الإفلات من العقاب هذا، ولكن على في مواجهة ذلك فإن كل من روسيا والصين قد ترك كل المواطنين في المناطق السورية التي تعرضت لاستخدام هذه الأسلحة، تركت هؤلاء السكان ولم يتم الاستجابة لهذه الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي، ومن ثم فإن النظام السوري سوف يشعر بأنه يمكنه بكل شجاعة أن يواصل استخدام هذه الأسلحة الكيميائية. ينبغي أن نشعر جميعا بالانشغال والقلق بشأن استخدامات أخرى للأسلحة الكيميائية في حلب ومناطق أخرى العام الماضي، وكذلك فإن هذا سيشجع داعش على المضي قدما باستخدام أسلحة كيميائية، وهذا أمر تدعي روسيا أنها تعترض عليه. إذن هذا ضد اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهذا الصك سيعاني من هذه المشكلة. ولكن روسيا لن تمنعنا من التعاون مع شركاء دوليين آخرين للوقاية من استخدام هذه الأسلحة من أي طرف أيا كان وفي أي مكان. كانت هناك إذن آلية تم الاتفاق عليها في إطار الجمعية العامة العام الماضي بشأن سوريا، وينبغي أن نؤكد على أن النظام الدولي قادر على التحرك وأنه سيتسنى مساءلة مرتكبي هذه الأفعال. لا توجد بدائل لهذا، وشكرا. أشكر الممثل الموقر من المملكة المتحدة على هذا البيان، وأعطي الكلمة لممثل الاتحاد الروسي. Спасибо, господин председатель. شكرا سيد الرئيس. صوت الاتحاد الروسي ضد مشروع القرار الرامي لتوقيع عقوبات على سوريا. تكمن المشكلة في أن مقدمي هذا المشروع اختاروا مفاهيم مغلوطة غير مقبولة على الإطلاق في كون هذا المشروع لم يحظى بتأييد 6 من الأعضاء 15 يدفع مقدمي المشروع للتفكير بعمق. البيانات التي استعملنا إليها حتى الآن لا تجعل الشك يساور أي منا. أنه لا يمكن اعتماد مشروع قرار على أساس عقيدة دول الغربية. بعدما استمعنا إلى الأقوال الشرسة التي
قيلت ضد سوريا ضد روسيا والصين لا يسعني إلا أن أقول أن هذا سيبقى في ميزانكم وسيحاسبكم الله على ذلك. مشروع القرار هذا طرح في ديسمبر 2016 آنذاك أعربنا عن تخوفاتنا وكثيرا ما أعربنا عن ذلك بشكل جماعي ومع كل من مقدمي المشروع على حدة، وأعربنا عن تشككنا بشأن التقاريرين الثالث والرابع الصادرين عن آلية التحقيق المشتركة لمنظمة أحضر الأسلحة الكيميائية حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. المندوب الدائم لروسيا السيد شيركن قال بوضوح أن هذه الاستنتاجات غير مشفوعة بأدلة، وتبدل لنا آنذاك أن الأمر كان واضحا تماما، ولكن يبدو أنه لم يكن كذلك. ومن ثم من منظور الإنفاذ استنتاجات الآلية لا تحوي أي أدلة مقنعة على أساسها يمكن تقديم أي ادعاءات. فضلا عن ذلك تم تجاهل شيء آخر ألا وهو أنه بالإضافة إلى داعش المواد السامة استخدمت في سوريا على يد جبهات النصرة وعلى يد الكثير من المجموعات المسلحة الأخرى في الميدان، بما في ذلك للاستفزاز لتقويض الحكومة والقوات التابعة للنظام. على هذا الأساس الخبراء الذين يعملون في سوريا يأخذون شهادات عيان مشكوكة فيها من الإعلام والمنظمات غير الحكومية ومن يسمون أصدقاء سوريا. في الوقت ذاته دمشق تقدمت بطلب بإجراء تحقيق، ولكن هذا الطلب ألقي في عرض الحائط. ورد هذا في تقرير صدر عن المنظمة ولكن تقصي الحقائق، ونحن مندهشون أن أعضاء أفريقة هذه اللجنة ثلثهما من ممثلين من مجموعة واحدة من الدول، لابد من تحقيق التوازن الجغرافي في هذا الخصوص. لدينا انطباع واضح أن مقدمي مشروع القرار الذي طرح لتصويت اليوم استخدموا آلية التحقيق المشتركة لخدمة غرض واحد فقط، ألا وهو إلقاء اللائمة على حكومة الأسد لاستخدام الأسلحة الكيميائية، وبهذا يضعون مسوغات إضافية للإطاحة بالنظام الأسد في سوريا. هذه المرامي السياسية الجغرافية لا تزال تعوق التفكير المنطقي واتخاذ قرارات للتسوية السلمية للنزاع، ليس في سوريا فقط ولكن في الكثير من بقاع العالم الأخرى. لقد أنشأنا آلية التحقيق المشتركة وقررنا تمديد عملها لمدة سنة إضافية، علما بنا أن ذلك بطبيعة التهديدات في هذه المنطقة واستخدام الأسلحة الكيميائية. الآن هذا الاتجاه المقلق يلقي بظلالها على الشرق الأوسط وما أبعد من ذلك، ونحن ما نخشى هو أن الآلية تقوم بعملها بشكل متحيز ولا تستخدم الحقائق، بل تستخدم عوضا عن ذلك شهادات عيان مفبركة وحقائق مغلوطة ومشكوك فيها. دعونا نتذكر ركائز العمل هنا. الفكرة هي أن قرار مجلس الأمن 23/19 ينص على أن الآلية ستعمل خارج سوريا وولايتها هي مكافحة الإرهاب. حسنا، لابد أن نوضح المزيد من الأمور الأخرى، بما في ذلك توفير الإمكانية لدمشق بالإضافة لالتزاماتها بموجب المدى السابع من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لأن تنهي التحقيقات الوطنية بشكل منطقي والتحقيقات بشأن المزاعم الواردة في تقرير آلية التحقيق المشتركة. حسناً، ما علاقة هذا بالوصول للمواقع التي شهدت أحداثاً على أساس الاستنتاجات غير المشفوعة بالأدلة الواردة في تقرير الآلية؟ هناك مشكلة، فدمشق حسب الادعاءات لا توفي بالتزاماتها بموجب القرارات 23/19 و2118 رغم إقرار المجلس بأن القرار الأخير كان ناجحا وكان خطوة غير مسبوقة.
في تفتيت السلاح الكيميائي في سوريا، ووضع عدد من التدابير مثل تلك التي تنطبق على الدول الأخرى، وهذا النهج كما لو كان يمكن أن يطبق على الجميع بلا استثناء. مقدمو المشروع تجاوز هذا طرح قيود مالية واقتصادية واجتماعية على الأشخاص الواردة أسمائهم، مع عدم تقديم التبريرات بشأن إنشاء قوائم الجزاءات. الآلية لم تتحقق عن أي مسؤول سوري أو مؤسسة علمية أو أي كيان اقتصادي. هذه محاولة واضحة للحكم مسبقا على نتيجة التحقيقات. وعند الاتفاق على هذا القرار قيل لنا أن القرار يخدم غرض منع الانتشار، ولكن إن قرأتم هذه الوثيقة المشوبة ستجدون أن الغرض الرئيس هو فرض عقوبات على دمشق. оказание на механизм мощного политического давления с тем чтобы в известном ключе запрограммировать على أن تنحي جانبا مبدأ الموضوعية والاستقلالية والحياد الواردة في القرار الذي أنشئت بموجبه. دعونا نتعلم من الدروس الماضية. لعلكم تذكرون المأساة الناتجة عن الضغط على اللجنة المعنية بالعراق ومضافيها. يبدو أننا نسينا أن هذه كانت بداية زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. لا يحق لنا أبدا أن نقترف نفس الجرم مرة أخرى، بالإشارة إلى الملحق في القرار الخاص بمنع تقديم أو توفير بعض المواد لسوريا، والتي لا يتعلق البعض منها ب ما ورد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. منع توريد هذه الأسلحة قد يؤثر سلبا على تلبية احتياجات هذا البلد، كما أن هناك إجراءات أحادية، مثلا منع المروحيات وقطع غيار والخدمات. يمكن أن يرى هذا على أنه رغبة في تقوية قدرة الحكومة على مكافحة الإرهاب، ناهين عن الطائرات الصغيرة التي يمكن أن تستخدم لتسوية الأمور الإنسانية في حالة نزعة. نتساءل حقا ضد من ولأي غرض проект пролежал 3 месяца на пол и не претерпел никаких видимых изменений. بقي هذا المشروع على الأرفف على مدار 3 أشهر ولم تدخل عليه اي تعديلات، رغم ما تقدمنا به من تعديلات وبدائل اقترحناها. А теперь этот проект вновь брошен в СБ ООН. Причём на фоне ها هو المشروع قد طرح للتصويت في مجلس الأمن رغم الجهود المبذولة في جنيف وتلك التي بذلت في الأستانة لتعزيز الحوار السوري لتسوية الأزمة. هذا مزعى من الترويكا الغربية في المجلس، وهي راغبة في تأخير وتقويض الجهود الدبلوماسية والسياسية الجارية. رأينا نفس السيناريو تكرار مرة أخرى، يقولون شيئا ويفعلون نقيضه تماما. مقدم المشروع لم يتمكنوا من رؤية عدم مؤامة التدابير وسوء توقيتها، وكذلك التهديد الحقيقي في الشرق الأوسط المتأتي عن الإرهاب الكيميائي، مع عدم فهم أن الجزاءات الأحادية ومتعددة الأطراف ضد دمشق ستقود جبهة مكافحة الإرهاب. ورغم نداءاتنا الدائمة، مقدمو المشروع فضلوا اتباع النهج متحيز يؤدي لتفاقم الوضع أكثر، وهذا يتضمن هنا في مجلس الأمن. أججوا الأمور أكثر بشكل متعمد مع دراية كاملة أن هذه المبادرة لا تحظى بأي فرصة لأن تجد قبولا في مجلس الأمن. في هذا السياق لا خيار أمامنا سوى أن نقف في وجه هذا المشروع ونوقف قائمة الجزاءات المتضمنة فيه، مأخوذة من قائمة أمريكية تمت الموافقة عليه في مستهل هذا العام من قبل الإدارة الأمريكية السابقة. لا يمكن أن نعيد الدفع مرة أخرى.
فواقع اليوم ليس نتيجة تصويتنا ولكنه نتيجة قراركم بعمليات استفزازية، فأنتم تعلمون موقفنا علم اليقين من البداية. فضلا عن ذلك نود أن نشدد أن التصويت ضد هذا المشروع كان تصويتا ضد المصادمة، وبهذا أبدينا أن المواجهة مصيرها الفشل. نحن نوجه رسالة مؤدها أنه عن طريق التعاون فقط سنتمكن من حل أعتى الأزمات، وسنجد حلا للأزمة السورية، وحان الوقت لأن نقوم بهذا الآن بإنشاء جبهة موحدة لمكافحة الإرهاب. شكرا جزيلا. شكرا لممثل الاتحاد الروسي على كلمته، والكلمة لليابان. شكرا سيدي الرئيس. أيدت اليابان مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واشتركنا في تقديمه، ونؤمن إيمانا راسخا أن المجلس بحاجة لإبداء عزمه المشترك أن استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول تحت أي ظرف كان، وأن المجلس سيحاسب المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة. نحن في المجلس قررنا فرض جزاءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال استخدام الأسلحة الكيميائية على يد من كان في سوريا، هذا في القرار 2118. هذه نقطة انطلاق. ثم أنشئت آلية التحقيق المشتركة وجددت ولايتها بالإجماع، وخلصت الآلية إلى استنتاجات بعد تحقيقاتها المحايدة والموضوعية والمستقلة. من وجهة نظر اليابان مسؤوليتنا الأساسية هي تنفيذ ما قررناه هنا في المجلس، ولكن من المؤسف أن مشروع القرار المطروح اليوم لم يعتمد، ولكن أؤمن أو آمل في واقع الأمر أن توجد وحدة في المجلس حول ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية. على المجلس أن يواصل استكشاف سبل لضمان المحاسبة. بالنسبة لمسألة التوقيت، استمعنا إلى حجة مفادها أن هذا الوقت غير مؤات في ضوء العملية السياسية الجارية في جنيف. لا شك أن دعم المجلس الجمعي للعملية السياسية بقيادة المبعوث الخاص ديفاندي مستورة قائمة، ولكن المسألة ليست هل الوقت مناسب أم لا للمجلس لأن يتخذ تدابير للمحاسبة عن استخدام الأسلحة الكيميائية. شكرا سيدي الرئيس. شكرا لممثل اليابان على كلمته، والكلمة لممثل أوروغواي. شكرا سيدي الرئيس. سيدي الرئيس، أوروغواي بوصفها من الدول الموقعة على مدونة السلوك في مجلس الأمن ضد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ملتزمة بمنع ارتكاب هذه الجرائم البشعة، وفي هذا الخصوص نأسف في واقع الأمر لعدم إقرار مشروع القرار هذا الرامي لتحقيق المحاسبة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. فهذا ليس ضروريا فقط لمن يرغبون في رؤية العدالة متحققة، ولكنه ضروري لإنهاء الأعمال البشعة الجارية في سوريا. لم يكن النص مثاليا، ولكنه كان أولى الخطوات نحو تحقيق المحاسبة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وعلى أساس تقرير آلية التحقيق المشتركة التي تحدد المسؤولية عن الحالات التسعة المزعوم استخدام الأسلحة الكيميائية فيها، كما هو الحال في منظومة الجزاءات، إن اعتمد هذا القرار كان سينظر فيه فريق الخبراء الذي كان سينشأ وسينظر في تفاصيل هذا القرار. مرتكب هذه الهجمات بالأسلحة الكيميائية ينبغي أن يحاسبوا، وسواء كانوا تابعين للدولة أو غير تابعين للدولة أو إرهابيين أو مجموعات
مسلحة. لابد أن نتمكن من اتخاذ تدابير لمعاقبة مرتكبي هذه الهجمات والقضاء على إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية ضد سكان المدنيين. شكرا سيد الرئيس. شكرا لممثل أوروغواي على كلمته. والكلمة للصين. شكرا سيد الرئيس. شكرا للمجتمع الدولي على جهوده المشتركة. وقف إطلاق النار تم الحفاظ عليه مؤخرا داخل سوريا، وبدأت جولة جديدة من المحادثات في جنيف، وظهرت فرصة نادرة لإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا. في إطار الظروف الحالية، المجتمع الدولي لابد أن يبقى ملتزما بإيجاد حل سياسي وتوطيد الزخم القائم عن طريق اتخاذ إجراءات منسقة وتشجيع الأطراف في سوريا على الحفاظ على وقف إطلاق النار والإبقاء على الحوار لإيجاد مخرج مقبول لكافة الأطراف. إجراءات المجلس بشأن المسألة السورية ينبغي أن تأخذ في الحسبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي والعمل على مكافحة الإرهاب وتقديم المساعدة الإنسانية، وينبغي أن يعمل على تحقيق الاستقرار في الوضع في سوريا في أسرع وقت ممكن. أي شخص مهتم حقا بمصالح الشعب السوري الحقيقي وتسوية الوضع في الشرق الأوسط لا ينبغي أن يقوم بشيء يعارض تحقيق هذه المصلحة. فبغض النظر عن ما نسمعه، بغض النظر عن أناقته، الخطاب السياسي الذي نسمعه، أي شيء يتعارض مع المصالح الأساسية للشعب السوري ومصالح المنطقة ينبغي ألا يسمح به هذا المجلس. الصين، موقف الصين بشأن مسألة الأسلحة الكيميائية واضح ومتسق تماما منذ البداية. نحن نعارض استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي دولة أو أي منظمة أو أي فرد تحت أي ظرف كان، والدعوة للمعاقبة في كافة حالات استخدام الأسلحة الكيميائية. الصين نفسها ضحية لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل دول أخرى. الشعب الصيني بإمكانه أكثر من أي طرف آخر أن يعرب عن معارضته لاستخدام الأسلحة الكيميائية، والصين تشعر بالقلق البالغ إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية وتدينها بشدة تلك التي استخدمت في سوريا. بالنسبة لمسألة الأسلحة الكيميائية في سوريا، المجلس حقق نتائج إيجابية تمثلت في تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا، والتحقيقات بشأن استخدام هذه الأسلحة لا تزال جارية، ومن ثم فمن السابق لأوانه أن نصل لنتيجة نهائية. على المجلس أن يحافظ على وحدته وأن يواصل دعم الآلية لتجري تحقيقاتها على نحو مهني وعلى أساس الموضوعية والحياد وفقا للولاية التي أميطت بها بموجب القرار 23/19. القرارات ذات الصلة ينبغي أن تقوم على أدلة دامغة وقوية ومتينة يمكن أن تصمد حقا أمام اختبار التاريخ. وكما نتذكر جميعا، استخدمت ما سميت أسلحة الدمار الشامل في الماضي لتدشين حرب أدت لمعاناة يعجز الإنسان عن وصفها في الشرق الأوسط. الآن دول الشرق الأوسط لا تزال تعاني من آثار هذه الحرب. يجب أن نتعلم دروس التاريخ، فبهذا فقط
يمكن أن نتفادى تكرار ارتكاب نفس الخطأ في المستقبل. مشروع القرار الذي صوت المجلس عليه الآن يستند إلى استنتاجات لا تزال هناك خلافات بين أعضاء المجلس بشأنها، وأكبرنا على التصويت عليه رغم استمرار الاختلافات بين أعضاء المجلس. يقينا هذا لن يعين أبدا على إيجاد حل للمسألة الكيميائية في سوريا، كما أنه غير مؤات لخدمة العملية السياسية الجارية في جنيف ولا للعملية السياسية بأكملها. الصين تسعى جاهدة لإيجاد تسوية للوضع في سوريا، ويقينا الأمم المتحدة يسرت إمكانية إيجاد تسوية بين كافة الأطراف على أساس مبدأ الملكية السورية والقيادة السورية، والصين ستواصل الاطلاع بدور بناء لإيجاد حل سياسي للأزمة بغية إيجاد حل عادل وملائم للوضع في سوريا. وأود أن أشير هنا أيضا إلى أن مجلس الأمن هو صميم منظومة الأمن الجماعية هنا، وأعضاء المجلس أجمعون يتحملون مسؤولية مقدسة تتمثل في صون السلم والأمن الدولي، وكل الأعضاء يحق لهم أن يكون لهم موقف وطني استنادا إلى مبادئ ومقاصد الميثاق. وبالطبع أي هجمات على أي بلد في حد ذاته يمثل إجراء غير مسؤول، وكما قال ممثل الأمم المتحدة هذا وضع غريب حقا، هذا في حد ذاته يمثل مثالا جيدا لأن دول بعينها متمكنة من مهارات الخطاب والحديث. فكافة أعضاء المجلس عليهم أن يتفكروا مليا في الوضع في سوريا وفي الشرق الأوسط، ويتدبروا فيما أدى لتدهور الوضع لما هو عليه الآن، ويتفكروا في الدور الذي اطلع به كل منا، هل كان دورا إيجابيا يستحق الإشادة أم لا. فبهذا فقط سنعمل بمسؤولية تجاه الشعب السوري وشعوب المنطقة. الحديث عن الشعب فقط ليس إلا نفاق مطلق. سيدي الرئيس، شكرا لممثل الصين وكلمة لإيطاليا. شكرا سيدي الرئيس، لقد شاركنا في تقديم قرار اليوم، ويؤسفنا أن المجلس لم يستطع اعتماد النص الذي تقدمت به فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. نتوجه بالشكر للوفود على تلك الإشارة. نحن ندرك أننا سنبقي على وحدة المجلس في دعم هذا القرار، قد عملنا على هذا المضمار خلال المفاوضات والتشاورات. هذه المبادرة تسعى لضمان متابعة ملائمة للتقرير والآليات الصادرة عنه، وهو حيادي وقد دعمناه وجددناه بالإجماع، وبالتالي فنحن نؤيد أساليب عمله ومنهجياتها ومهنياته وأيضا حياديته. وبالنظر إلى المستقبل يشجعنا أن الآلية التحقيق المشتركة ستستأنف أنشطتها، ونحن ملتزمون بقوة لدعم هذه الآلية إعلاء استنتاجاتها وفقا للتحقيقات المستقبلية. وقد صوتنا لصالح هذا القرار لأسباب عدة. أولا، بالنظر إلى وضعنا الثابت حول عدم الانتشار وقضاياها والذي يجب أن ينفصل عن أي منظور سياسي آخر، نحن ندين بالتأكيد أي استخدام للأسلحة الكيميائية أو مواد سامة في أي مكان من قبل أي كان في ظل أي ظروف كانت، سواء كان
كانت أطراف من الدول أو من غير الدول. اليوم أكثر من أي وقت مضى يجب أن نعلي من المبادئ والمساوئ والقيم، قيم القانون الدولي ونظام عدم انتشار أسلحة نووية، ونتجنب أي سبيل سيشجع الأطراف على استغلال الحروب الهمجية. وعلينا أن نعزز أيضا من قوى الردع لآلية التحقيق المشتركة، ونؤيد موظفيها ونثني هذه المجموعة على مهنيتها وتكريسها للعمل، فهي تمثل أداة رئيسية تسهم في وقف هذه الهجمات المؤلمة. لقد أنشأ المجلس آلية التحقيق المشتركة لكي نعرف من المسؤول عن ارتكاب هذه الهجمات التي تستخدم الأسلحة الكيميائية المروعة، وهو ما اطلعت به الآلية، فهي التزمت بالمعايير التي وضعها مجلس الأمن، وحددت بأقصى قدرة ممكنة مرتكبي هذه الهجمات الكيميائية. إن هذا القرار كان ينتوي ضمان متابعة ذات مصداقية لعمل الآلية. والسبب الأخير الذي صوتنا لسببه لصالح هذا القرار هو ضمان المساءلة، فتحديد المسؤول ليس كاف. من قام بالتخطيط وتنفيذ هذه الهجمات يجب أن يقدم إلى العدالة، والمجلس يجب أن يتحمل مسؤولية ضمان تنفيذ ما يرد في توصية آلية التحقيق المشتركة، ويخضع الأفراد والهيئات للمساءلة بسبب هذه الأعمال التي لا تحتمل أي مبادئ. شكرا، وأعطي الكلمة الآن إلى مندوب بوليفيا. تفضل سيدي. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. بوليفيا تؤكد بوليفيا على رفضها التام وإدانتها الكاملة لاستخدام الأسلحة الكيميائية والمواد السامة، بغض النظر عن من يستخدمها أو أهدافهم أو مكان هذه الهجمات. وبالتأكيد أي مكان المكان على مرتكبي هذه الهجمات أن يمثلوا المساءلة، فاستخدام الأسلحة الكيميائية يمثل انتهاكا للالتزامات الواردة في القانون الدولي. وقد صوتت بوليفيا ضد مشروع القرار الذي قدم اليوم، فهو قد اقترح آلية فرض جزاءات على حكومة سوريا لاستخدامها الأسلحة الكيميائية. إلا أنه فيما بعد مشروع القرار فهناك أيضا قائمة بأفراد وهيئات ستضم في قائمة الجزاءات، وذلك في المرفق، ولم يتم تجميع أي من تلك القائمة من قبل آلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة. فالأسماء الأفراد والشركات في المرفق لم تتأتى عن عمل الخبراء التابعين لآلية التحقيق المشتركة، وبالتالي فإن هذه القائمة تنتهك الإجراءات الواجبة اتباعها. في هذا المجلس منذ عدة سنوات كانت هناك أدلة مدعى باستخدام أسلحة الدمار الشامل في هذا الجزء من العالم، وتم الإشارة إلى ذلك مما أودى بحياة أكثر من مليون شخص. فإذا ما سمحتم لي سيدي الرئيس، هذا مدعاة للتشكيك في محتوى الادعاءات الواردة في مشروع هذا القرار. إن آلية التحقيق المشتركة كانت تقوم بعملها لمدة طويلة الآن، ونتطلع إلى التقارير التي ستصدر عن هذه الآلية، وأن تصدر بشفافية كاملة بخصوص الأحداث التي شهدتها سوريا ميدانيا. لجنة 1540 والتي نترأسها تعمل على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، ومنع انتشارها أو استخدامها من قبل الأطراف الفاعلة من غير الدول. نحن لا نرغب
في إضافة سوريا إلى أعمالنا، فهذه اللجنة، لجنة الجزء دي كانت تركز على انتهاكات داعش، فبالتالي نحن لم نصوت لصالح مشروع هذا القرار كما ذكرت آنفا. ومن أهمية مركز الرئيس أن ينظر مجلس الأمن في السياق الأوسع نطاقا سياسيا وعسكريا فيما بعد مشروع هذا القرار. فقد أولينا اهتماما للملاحظة المقدمة من قبل سعادة المبعوث ستيفان دماستورا، والذي أشار إلى أن وقف الأعمال العدائية الحالي في المنطقة بلا شك ساعد على تقليل مستوى العنف، وهو يمثل بارقة أمل قلما شهدناها تساعد على المضي قدما في الحل السياسي في سوريا. تحقيق العدالة المنشودة، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي يرقى بعض منها إلى جرائم الحرب، وذلك بصرف النظر عن مرتكبيها، وبما في ذلك ما يتعلق بالحوادث التي ثبت فيها استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين السوريين من أكثر من طرف، كما هو وارد بوضوح في تقارير آلية التحقيق المشتركة المنشأة وفقا لقرار مجلس الأمن 2235، والتي لم تم تجديد ولايتها وفقا للقرار 2319. السيد الرئيس، إن تطبيق مفهوم المحاسبة سواء في سوريا أو غيرها
يستلزم اكتمال العديد من الأركان، والتي إذا نقص بعضها أو إحداها تتحول تلك المحاسبة إلى إجراء مسيس يزيد من عمق الأزمة السورية ويؤثر سلبا ومباشرة على أفق العملية السياسية. هذا ورغم أن مشروع القرار الذي تم طرحه اليوم على المجلس يحمل عنوان المحاسبة وتحقيق العدالة، إلا أنه للأسف تجاهل لأسباب غير مفهومة أحد أهم الأركان الرئيسية التي أشرت إليها، وهي الأدلة. ودعوني هنا أذكر أعضاء المجلس بأنه قد جرت العادة لتوقيع عقوبات على كيانات أو أفراد ضالعة في جرائم محددة بحجم ما نحن بصدده اليوم، هو أن يتم إنشاء لجنة عقوبات من خلال قرار لمجلس الأمن، على أن تقوم تلك اللجنة بتقييم الأدلة المقدمة ضد الأفراد أو الكيانات المتهمة باستخدام السلاح الكيميائي، ثم إدراج أسماء الكيانات والأفراد المعنية على قائمة عقوبات في هذا الصدد. إن تلك الخطوات لا تستهدف سوى ضمان تحقيق العدالة بشفافية، فالمطروح أمامنا من المفترض أنه ليس إجراء سياسيا بتوقيع عقوبات على دولة ما، بل هو محاسبة على اتهامات صريحة لأفراد يعينهم بالضلوع في جريمة واضحة. رغم ذلك فقد فوجئنا بأنه قد تم القفز على الخطوات المعهودة بالمجلس، حيث يحمل المشروع المطروح في مرفقاته قائمة معدة سلفا بالكيانات والأفراد التي سيتم توقيع العقوبات عليها، والتي يرى مقدم القرار أنهم المسؤولون الرئيسيون عن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا. ونرى في ذلك خطوة استباقية لتقارير لجنة التحقيق المشتركة GIM، التي لم توجه الاتهام للأسماء الواردة بالقائمة المرفقة. كذلك تجاهل مقدم المشروع تقديم أي نوع من الأدلة أيا كانت على مسؤولية هؤلاء، أو حتى إعطاء الفرصة للجنة العقوبات التي من المفترض أن تنشأ وفقا لنفس المشروع للتحقق من تلك الاتهامات الجسيمة، وهو ما يتناقض مع أبسط مفاهيم الشفافية فيما يتعلق بالمعلومات ومصادرها التي تم على أساسها إدراج الأسماء بالقائمة المرفقة. لاحظنا كذلك أن مشروع القرار يخلط بين أمرين يدرك الجميع الاختلاف بينهما، فبينما نتفهم جميعا بل نؤيد توقيع عقوبات على من يثبت بالأدلة تورطه في جريمة بشعة واستخدام السلاح الكيميائي، إلا أن المشروع ذهب لأبعد من ذلك من خلال توقيع نفس نوع العقوبة في موضوع يراه الكثيرون موضوعا يتسم في جزء كبير منه بطابع تقني فني، وهو مسألة العلاقة بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW، وتقييم مصداقية الإعلان الأساسي السوري حول برنامج السلاح الكيميائي. السيد الرئيس، رغم أننا قمنا في أكثر من موضع خلال الشهور الماضية بتوضيح وجهة نظرنا إزاء الخلل الذي ينتاب مشروع قرار من المفترض أنه يستهدف تحقيق العدالة، لسيما فيما يتعلق بمسألة عدم توفر الأدلة، ورغم تأكيد استعدادنا لدعم تحرك مجلس الأمن في اتجاه توجيه عقوبات على المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي من خلال اتباع الخطوات المعهودة،
التي تضمن تحقق أركان تلك العدالة، إلا أننا فوجئنا بإصرار غير مفهوم على المضي قدما في التقدم بهذا المشروع دون تعديلات تعالج ما جاء به من قصور، وهو ما دفعنا اليوم إلى الامتناع عن التصويت عنه، وذلك تعبيرا عن تأييدنا لمفهوم العدالة والمحاسبة بصورة عامة، ولكن اعترضنا في الوقت ذاته على توجيه الاتهامات الجزافية لأفراد وكيانات بعينها في مسائل قد ترقى لمستوى جرائم الحرب. السيد الرئيس، دعوني في النهاية أن أعرب عن أسفنا الشديد إذا ما تسبب فيه طرح مشروع القرار بصورته المقوسة الحالية في إعطاء الانطباع بأن مجلس الأمن منقسم فيما يتعلق بخطر السلاح الكيميائي في سوريا، فقد اتسم هذا الموضوع دوما بتوافق للآراء في إطار المجلس منذ اعتماد القرار 21-18 الخاص ببرنامج الأسلحة الكيميائية السورية. وأود أن أعرب كذلك عن اندهاشنا من الإصرار على تلك الخطوة رغم إدراك جميع الأعضاء أن مصير المشروع هو الفشل، وأن هذا الفشل قد يؤثر على قوة الدفع الحالية بالعملية السياسية، بل وعلى أفق تحقيق مفهوم العدالة والمحاسبة في سوريا في المستقبل. من ثم فإننا ندعو جميع أعضاء المجلس لمعاودة العمل في أسرع وقت ممكن على استعادة الثقة المتبادلة بين أعضائه لدعم العملية السياسية في سوريا وتفادي الخلافات الجانبية والمواءمات السياسية التي قد لا تتعلق دوما بمضمون الوضع السوري ولا ينتج عنها سوى التأثير السلبي عليه. كما ندعو المجتمع الدولي إلى إيلاء الاهتمام اللازم بمسألة إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط من خلال مقاربة شاملة، وكذلك إلى العمل الجاد على مواجهة مخاطر تمكين الفاعلين من غير الدول من تصنيع واستخدام تلك الأسلحة، ومسألة نقل الخبرة والمعرفة فيما بين هؤلاء الفاعلين. وشكرا سيد الرئيس. أشكر مندوب مصر على بيانه وأعطي الكلمة إلى مندوب إثيوبيا. شكرا سيدي الرئيس. سيدي الرئيس، اسمحوا لي في المستهل أن أوضح أننا لدينا سياسة صارمة لن تتزعى ضد استخدام الأسلحة الكيميائية بناء على خبراتنا السابقة، فلا مجال للمواءمة هنا. نحن نؤمن بأن استخدام الأسلحة الكيميائية لأي سبب كان وتحت أي ظروف من قبل أي طرف كان ليست فقط مدعاة للصدمة، ولكنها أيضا تمثل انتهاكا للقانون الدولي. ولذلك فنحن ندين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا كما ورد ذلك في تقرير آلية التحقيق المشتركة. فاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا سواء من قبل الأطراف من الدول أو من غير الدول أفرادا كانوا أم هيئات يجب أن يحدد بناء على استنتاجات موثقة ويجب أن يخضعوا للمساءلة.